في سيدتي اليوم. هل من فائدة من تدليك الرقبة بالأفعى؟ تفنن في صنع الأطباق ومبالغة في تحديد الأسعار. وسيدات سيدتي، يتساءلن لماذا؟ لماذا نخفي مخاوفنا دائما؟ تعرفي على الأسباب مع المختصين. اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامج سيدتي، اكيد نتابع خلالها الكثير والكثير من الفقرات المتنوعه واكيد اخر الاخبار المتداوله. طبعا اكيد ارحب فيكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج سيدتي. هروح على جوله سريعه لاخبار سيدتي، هبداها معكم مع الخبر الاول. تبدا جامعه حكوميه للمره الاولى في تطبيق برنامج تسريع الطلاب والطالبات في السنه التحضيريه لجميع المتفوقين في المرحله الثانويه. وطبعا هذا القرار اكده مدير جامعه جده الدكتور عدنان الحميدان لصحيفه مكه. فإحنا رح ناخذ معنا عبر الهاتف الأستاذ المشرف العام على إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين في جامعة جدة دكتور فيصل العامري. أهلا وسهلا فيك دكتور فيصل. هلا حياكم الله. الله يحييك دكتور فيصل. بداية لو تخليني بس نوضح كمان للمشاهدين إيش هو برنامج تسريع الطلاب والطالبات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر قناة روتانا على الاستضافة والاهتمام بهذا الموضوع. طبعا نظام التسريع الأكاديمي يعني نظريا يعني يعرف من يعني هو نظام يسمح للطلاب الموهوبين بالتقدم عبر المستوى التعليم الذي يلتحقون به. وهذا التسريع يكون يعني يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم في التحصيل العلمي او الجانب الاكاديمي اللي هم متميزين فيه. ممتاز. ويمكنهم يعني من دراسه المقررات في مده زمنيه اقصر. ويعني ونقلهم سواء اذا كان التسريع، لانه التسريع ياخذ جانبين، لانه التسريع بيسد يعني طبقا للمحتوى وتسريع طبقا للمستوى. المستوى هو السكيبنج جريد سكيبنج اللي هو التقفيز من مرحله الى مرحله اخرى. وهناك يعني التسريع اللي هو على المحتوى، ربما يشمل التسجيل المزدوج او يعني اجتياز المقررات بواسطه اختبار المقرر فقط. طب خليني ارجع اسالك مره ثانيه، هو الجريد سكيبنج بس لطلاب السنه التحضيريه؟ اي نعم هذا راح يطبق يعني طبعا هو طبعا الجامعه تتخذ نظام التسريع الاكاديمي، نظام التسريع الاكاديمي هو يعني من البرامج التنفيذيه اللي توجه الجامعه. يعني لما يكون الطالب متفوق في ماده معينه دكتور فيصل بيصير زي ما يحتاج انه هو مثلا يدرسها او يختبر فيها؟ صحيح، يعني الطلاب اللي راح يقدمون على نظام التسريع الاكاديمي هم مجتازين الشروط والمعايير. وهناك طبعا الجامعه لديها تعاون مع قياس في هذا المجال. الطلاب الذي يحققون هذه المعايير يعني يثبتون يعني جدارتهم وتفوقهم في مقررات السنه التحضيري، يعني خلاص هذا نوع من انواع الاستثمار في العقل البشري. ممتاز صحيح. حقيقه يعني هذا يعني لو نلاحظ الموضوع ليس اكاديمي فقط. الموضوع هو نوع من استثمار العقل البشري، وهذا ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030، وهو تمكين الشباب والمواهب الشابة من وتوفير الفرص لهم باعتبارهم أحد موارد تحقيق هذه الرؤية. فموضوع التسريع الأكاديمي جامعة جدة تأخذه بشكل أوسع، وليس فقط أنه هذا نوع من الاستثمار في العقل البشري وتوظيف الطلاب من خلال نظام تسريع واستثمار قدراتهم. وهذا يعني الجامعة الآن تقدم منحة آخر في قبول الطلاب من خلال التحول من القبول الموحد لجميع الطلاب ولجميع مستويات الطلاب. ممتاز. إلى قبول يراعي الفروق الفردية وجوانب الموهبة التميز التي يظهرها الطلاب. نعم. وهذا يعني اتجاه جديد يعني ربما يعني نلاحظه الآن من خلال توجه الجامعة الاستراتيجي. وكان هذا يعني كان عائق كبير جدا لو تلاحظون يعني في منذ انطلاق رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية من 1423 كأول برنامج نفذ، لو تلاحظون أن مستوى الرعاية كان منحصر على مستويات التعليم العام، المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. صحيح. وكان التسريع الأكاديمي اللي يطبق كان يطبق في المرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي.
ولكن ماذا بعد؟ المرحلة الحاسمة في حياة الطلاب هي ما بعد مرحلة الثانوية. صحيح. فكانوا يذهبون للجامعات ينصدمون بقبول موحد يعني one size fits all، قبول صحيح. موحد ومعايير موحدة، وبالتالي يلتحقون بسنة تحضيرية باعتباره أنه مستويات موحدة. وهذا ماذا يعطي؟ يعطي أنه الجامعة عندما تقبل مدخلات موحدة راح تقدم لهم غالبا مناهج موحدة صحيح. وخطط دراسية موحدة وهذا سوف يقود إلى وجود مخرجات موحدة. في نظام التشريع الأكاديمي وجامعة جدة لما اتخذت هذا المجال اتخذته بشكل أوسع لتحسين مدخلات الجامعة أيضا وتكون مدخلات الجامعة نوعية. فعندما تكون مدخلات نوعية وهناك تغير في المدخلات راح يكون هناك تغير في بنية المناهج طيب. وتغير في الخطط الدراسية وبالتالي راح يكون عندنا أيضا مخرجات متنوعة. طيب دكتور فيصل، يعني المواد الدراسية اللي حيختبر فيها الطلاب من اختيار الطلاب هل هي محددة وإيش هي المواد هذه ولا زي أول يعني جميع المواد؟ لا، هي المواد الدراسية اللي مواد السنة التحضيرية في جامعة جدة وهي يعني في المسار العلمي. عندنا المواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية. الآن التعاون اللي أضرمته الجامعة مع المركز الوطني للقياس وفي هذا الصدد نقدم خاصة الشكر والتقدير إلى سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس على تعاونهم المثمر صراحة. والمركز بدأ فعليا في يعني في تطوير مقاييس لهذه المقررات. طيب. الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء الأربع مقررات هذه وكلها يعني مقاييس مقننة يستطيع الطلاب بإذن واحد أحد راح يكون أول يعني راح يتاح الاختبار بإذن واحد أحد في شهر ذو القعدة. نعم. طيب دكتور فيصل، هل في مجال تقول لنا وش هي الدرجة اللي لازم يحصل عليها الطالب حتى يتجاوز المرحلة التحضيرية أو بعض المواد منها؟ طبعا بناء على تصريح سعادة مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان في صحيفة مكة وتصريح صراحة تصريح يعني عبارة عن محاضرة صراحة. نعم. هو يعني الدرجة ممكن تكون 80% فأعلى، وهذا راح يكون إن شاء الله يعني راح يكون هناك خطة إجرائية تنفيذية لهذا الموضوع ووضع الشروط والمعايير بعد انتهاء المركز الوطني للقياس من إعداد الاختبارات. راح يكون هناك عمل لهذه الشروط، ولكن مبدئيا راح يكون من 80 درجة فأعلى. إذا اجتاز الطلاب راح يلتحقون بالسنة الأولى في الكلية نعم يختارون، وهذا البرنامج يكون مكمل لبرنامج أيضا التخصيص المباشر الذي اتخذته الجامعة مسبقا في القبول العام الدراسي الماضي. ممتاز. دكتور فيصل العامري المشرف العام على إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين بجامعة جدة، شكرا لمداخلتك معنا. خلونا ننتقل إلى الخبر التالي. طبعا كلنا عارفين الحجامة وفوائدها وأهميتها، ولكن في خبر من صحيفة الرياض عن تسجيل إصابات بالإيدز بسبب الحجامة، وهذا الشيء المستغرب لأنه اللي نعرفه إحنا عندنا في السعودية في آليات معينة لمراكز الحجامة تشرف عليها الوزارة، يعني تخضع للإشراف والمراقبة وبتكون تحت يعني جهة صحية. فالغريب إنه وجود حالات إيدز، هذا موضوع يبغاله تفاصيل أكثر. خلونا ناخذ المداخلة معنا دكتور عبد الله بن عبد الرحمن الحقيل رئيس مجلس إدارة جمعية مناعة المتخصصة في الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. أهلا بك دكتور عبد الله. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير. يعني وجود خبر زي هذا أنه حالات إيدز بسبب الحجامة، وإحنا عارفين أنه أماكن متخصصة لعمل الحجامة في السعودية تخضع تحت رقابة ونظام محدد، لماذا وجود هذه الحالات وإيش هي الإحصاءات في هذا الجانب؟ بداية نحدد أماكن عمل الحجامة. في مراكز مرخصة وهي محدودة جدا جدا، وهذه تخضع للإجراءات الطبية الدقيقة صحيح.
ولا تشكل خطورة. ولكن من يقيم في مدن السعودية الكبرى سواء في الرياض أو جدة أو مكة أو غيرها يعني يكون هناك أماكن متعددة ومنتشرة تعمل فيها الحجامة بطرق بدائية جدا لا تخضع لأي ضوابط صحية أو إشراف صحي وهذه ما يشكل الخطورة فعلا يعني. وأما الإحصاءات كم عدد الحالات اللي سجلت لا يوجد يعني شيء قاطع، حتى الحالات اللي اجتمعنا فيها المصدرها في حجامة يعني علميا الإنسان لا يستطيع إثبات الشيء هذا إلا أن يذهب إلى تلك المراكز ويفحص فيها. لكنها عند أخذ التاريخ المرضي من المصاب والتدقيق في المعلومات اتضح أن الحجامة هي الخطر الوحيد التي قد تشكل خطورة، وهي طبعا يعني تعد على الأصابع لكنها تبقى مصدر يعني مهم جدا يجب الانتباه له. إذا هذه الأماكن يا دكتور عبد الله يعني ما هي خاضعة للفحص أو ما لها أي متابعة، يعني كيف بيكون في رقابة على طب الحجامة خصوصا في أماكن ما نبغى نتكلم عن المدن الرئيسية فقط يعني محل ما بتكون؟ لا لا الحجامة لا يعملها الأطباء حقيقة، في ناس يمارسون ما يسمى بالطب البديل. صحيح. منهم أطباء ومنهم غير أطباء، الغالبية السواد الأعظم منهم غير أطباء. أكيد. وهذا اللي ليس لديهم تراخيص وليس لديهم أي شيء، بالعكس يعني حتى في مرحلة من المراحل كانوا يحطون لوحات في الشوارع دعاية محل فلان للحجامة. ويعني نعمل المستوطنات الصحية مثلا أو البلديات أنها تنتبه للنقطة هذه بحيث أنها تمنعهم. فهذول يعني يعتبروا خارجين عن القانون، أنهم لا ليس لديهم تراخيص. هذول المنتشرين يا دكتور عبد الله اللي أنت بتقول عليهم هذول المنتشرين في الشوارع. لكن فعلا في بعض المدن بتلاقي محلات مرخصة مكتوب عليها طب الحجامة زي عيادة أو عياد زي العيادات، هل هذه المحلات مرخصة طبيا أو مرخصة حتى مهنيا إن هي تقوم بمثل هذه الأعمال؟ والله الجواب النهائي المفروض يجي في وزارة الصحة، لأن أعرف أن الموضوع كان تحت الدراسة في وزارة الصحة لإصدار تراخيص لها. ولكنها يعني بدأ تقام في مراكز صحية أو في عيادات أو مستشفيات فيفترض أنها تخضع لسبل مكافحة العدوى والإجراءات الطبية الصحيحة. أكيد. والخطورة منها يعني تعتبر متدنية جدا لم تكن معدومة. الخطر الأساس والمشكلة الأساس هي من الدجالين أو من يدعون أنهم يقوموا بهذه الأعمال يعني فقط بهدف كسب المال. طيب يعني عفوا هذه بس الخطورة ليس فقط في فيروس نقص المناعة ولكن التهابات الكبد الوبائية. أكيد طبعا. طب دكتور هل انتم كجمعيه مناعه بتقوموا بتوعيه الناس انه لا تروحوا هذه الاماكن او في بعض الاماكن لما تروحوا مثلا في مراكز التجميل هل بتنبهوهم انه لازم تنتبه السيده او الحلاقين انتبه الرجل ان هذه الاشياء لازم تكون معقمه لازم تنفتح قدامكم؟ وحتى في كثير من الاطباء بيحذروا ايضا من اطباء الاسنان، هل أدواتهم معقمة بطريقة صحيحة للحد من انتشار فيروس الإيدز أو فيروس الكبد الوبائي سي؟ هل أنتم بتقوموا بهذه الأشياء؟ طيب يمكن نقص السؤال هذا إلى جزئين. الجزء الأول هل جمعية مناعة تقوم بالتوعية؟ نعم، جمعية مناعة لها هدفين رئيسيين. الأول اللي هو دعم ومساندة المتعايشين مع المرض، والهدف الثاني هو حماية المجتمع من الإصابة بالمرض. والآن يعني معروف علميا وثابت في معظم الدول بما فيها السعودية أن أكثر من 95% من الإصابات المستجدة تنتج عن تصرفات شخصية، بمعنى يا إما عن الجنس أو الأدوات الحادة الملوثة مثل الأبر أو غيرها. كلها قابلة للمنع في طرق التوعية. لذلك نحن نركز على هذا الموضوع، نركز على الفئة المستهدفة خصوصا فئة الشباب، نعمل محاضرات في الجامعات في المدارس في الأسواق، لنا نشاطات ونوعي بالنقطة هذه، ويعني لا نفوت فرصة سواء في الإعلام أو غيرها إلا ونشير إلى دور الحجامة هذه وغيرها. أيضا صوالين الحلاقة يعني هو البلدية الآن مركزة عليهم، و بحيث مثلا شفرات الحلاقة تكون من النوع اللي يستخدم مرة واحدة فقط. صحيح. وأيضا على أي واحد يذهب إلى سواء بالنسبة للنساء أو بالنسبة للرجال يذهب إلى الصالون يجب أن نتأكد بالنقطة هذه على أساس أنها شفرات عادة تكون مغلفة في بلاستيك ويفتح الشخص قدام الزبون. في رقابة طيب عليهم؟ اوكي ممكن صاحبة الصالون تفتح لي الكيس قدامي، بس هل انا اضمن متاكد انه الجهاز او الماكينه اللي عندها او عند الحلاق فعلا بتعقم؟ يعني في متابعه قصدي استاذ الكريم من هذا النوع؟
فيها ادوات يلزم لها التعقيم، ولعل هذا يفيدنا على السؤال الثاني اللي تفضلتي فيه على موضوع طب الاسنان. العيادات الاسنان في المملكه العربيه السعوديه تعتبر جدا امنه لانها تخضع لشروط طبيه دقيقه جدا، واي مركز مرخص له اشتراطات صحيه من جهه التعقيم والسواح، والحمد لله يعني لم يثبت لنا اي حاله من هذا النوع. فهناك اجراءات وهناك متابعه، فمراكز الاسنان والعمليات الجراحيه كلها ان شاء الله ماموله في السعوديه بحكم انها تخضع لرقابه صحيه دقيقه. لان الادوات هذه هي اللي يعاد استعمالها، هي اللي يلزم لها التعقيم. اما مثلا شغلات الحلاقه الاوبر الشغلات هذه لا، هذه تستخدم مره واحده. مره واحده اي نعم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الحقير رئيس مجلس اداره جمعيه مناعه. نروح لخبرنا الثالث، حيث تعلن المديرية العامة للجوازات عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لرتبة جندي في الجوازات والتي ترغب شغلها بعدد من خريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها للسعوديات للعمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع انضم معي عبر الهاتف المقدم طلال الشلهوب المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للجوازات. أهلا بك مقدم طلال. أنا مساء الخير لك أختي ولزميلاتك في الاستديو ولمشاهدي برنامج سيدتي أدرتها الخليجية. أهلا وسهلا. أهلا. ما هي شروط الوظائف النسائية الشاغرة حتى الآن والتي تم الإعلان عنها؟ قبل حديثنا عن الشروط وما والتفاصيل الخاصة بالشروط، ننوه أن المملكة العربية السعودية متمثلة بالقيادة الحكيمة قد سعت لزيادة عدد النساء العاملات في شتى المجالات وتعددها بما يتناسب مع حجم الأعمال المطلوبة والموكل للمرأة وطبيعتها، حيث وظفت نساء يعملن المدير العام والجولة في القطاع العسكري، ووصل حتى الآن تجاوز 800 موظفة بين قطاع عسكري بين رتب عسكرية على رتب الأفراد، كذلك موظفات مدنيات، وقد وصلنا الآن إلى رتبة أعلى رتبة لدينا في المديرية العامة للجوازات إلى وكيل رقيب، وتعد هذه أعلى يعني أعلى رتبة حالياً بفضل تعالى أن النظام يمنح الموظفات حقوق وميزات بشكل كامل أسوى بزملائهم في أقسام الرجال وشروط وضوابط خاصة، وذلك لتحقيق رؤية مستقبلية هدفها تنمية وخدمة الوطن. جميل. أما فيما يتعلق بالشروط الخاصة بهذا فبإمكان الشروط طبعا أكثر من 14 شرط، وهذا متعارف عليه في القبول العسكري في شيء ما يختص بالطول والوزن ووجود، فأتمنى من الجميع الدخول على الرابط المخصص للشروط وتم إيضاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالمديرية العامة للجوازات، وبينت الشروط كاملة من حتى تاريخ من بداية التسجيل حتى نهاية التسجيل والشروط بتفاصيلها الخاصة، لأنه لا يسع ذكرنا في هذا اللقاء الآن ذكرها كاملة من خلال المداخلة. راح يكون إذن التقديم عبر الموقع موقع الجوازات؟ نعم، هناك رابط مخصص قامت إدارة التقنية بالمديرية العامة للجوازات بتهيئة رابط مخصص للقبول والتسجيل محدد به الرغبات، كذلك في كل محدد في كل منطقة محدد المنافذ التي سوف يتم التعيين بها مباشرة والعدد المرغوب في التعيين به، هو برتبة كما ذكرتم برتبة جندي 140 وظيفة ومتاحة عبر التسجيل بالرابط بإذن الله تعالى. يعني في بنات دحين قدموا اوريدي ولا لسه؟ بإذن الله تعالى موضح في ما تم نشره من قبل المديرية العامة للجوازات عبر مواقع أن التسجيل سوف يكون صباح يوم الأحد من الساعة 10 حتى يوم الخميس بإذن الله الساعة 10 ينتهي التسجيل، ومحدد ومحدد الشروط بشكل واضح ومفصل، لم يتم الآن فقط إعلان الوظيفة والموقع وجاهز لاستقبال أي طلبات، ولكن لن يتم التقديم فعلياً إلا بإذن الله صباح يوم الأحد القادم الساعة 10. طيب خليني أسألك يا المقدم طلال، يعني بعد اجتياز للمقدمات لهذه الوظيفة بعد تجاوزهم للشروط وتم قبولهم لهذه الوظيفة، إيش أنواع التدريب اللي ممكن يعني تقدموها لهم؟ طبعا بسميحك عذرا، بس احنا الشروط كما ذكرتك، ولكن مراحل القبول سوف اذكرها بشكل موجز. سوف يكون هناك تسجيل مبدئيا عبر الرابط بعد بدايه التسجيل، بعد ذلك طبعا آليا عبر الموقع دون اي مراجعه نهائيا،
بعد ذلك يكون سوف يكون مرحلة المقابلة الشخصية وتطبيق الوثائق ستكون في المناطق اللي ترغب المتقدمة التعيين فيها، وذلك تسهيلا على المتقدمات. يعني المتقدمة اختارت منطقة الرياض سوف يكون بعد ما يتم قبولها سوف تختبر من قبل لجنة نسائية إشراف نسوي فقط نسائي لمقابلتها، وبعد ما يتم المفاضلة بين المتقدمات وتعين، يعني سوف مجرد التعيين اختيارها لهذا الموقع فهي سوف تعين في هذا الموقع. جميل. بعد ذلك يتم مرحلة الكشف الطبي وعلى ذلك التدقيق والقبول النهائي. ماذا عن التدريب؟ أما التدريب، التدريب تؤكد المديرية العامة للجزء أن التدريب ليس تدريب عسكري كما هو معمول في الرتب العسكرية الرجالية، إنما هو تدريب أكاديمي تدريبي نظري وتطبيق عملي لما يقوم به إجراءات المديرية العامة للجوازات في إنهاء إجراءات المسافرين عبر كونترات خاصة نسائية سواء في المنافذ البرية والبحرية والجوية، كذلك على أخذ الخصائص الحلية للعنصر النسائي، كذلك ما يختص بسحب البرنت وإنهاء إجراءات إصدار الهوية المقيم وإصدار الجواز السعودي فيما يختص بالعنصر النسائي. فمعنى أنه سوف يكون هناك تدريب حتى على لغة الإشارة، لغة العلاقات العامة وما يحتويها من كيفية استقبال الجمهور، التعامل مع الجمهور سواء مواطن أو مقيم. جميع الدورات سوف تكون نظرية أكاديمية ولا يوجد هناك دورة عسكرية وتدريبات لا نهائيا، كون عنصر نسائي التركيز كامل على تطبيق نظري وعملي لما يحتويه من إجراءات المديرية العامة للجوازات واختصاصها العام، وهو كما يعلم الجميع أن المديرية يعني رجال المديرية العامة للجوازات هم أول من يستقبل الزوار المملكة واخذ يودعهم عبر جميع منافذ المملكة بأنواعها. نعم، المقدم طلال الشلهوب المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للجوازات، شكرا لك. جميل تكون في هذه الأخبار الجديدة أكيد والمتداولة، وخصوصا استحداث الكثير من الوظائف خصوصا في الجوازات، يعني هذا اللي كنا قاعدين كمان احنا بننتظره بفارغ الصبر. مشاهدينا حنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. ليش نخفي مخاوفنا ومن مين نخفيها؟ طبعا الحديث اكثر حول هذا الموضوع. ارحب بضيفتي في الاستديو دكتوره ساره العبد الكريم، اخصائيه اجتماعيه. اهلا بك دكتوره ساره. اهلا، حياكم الله. اهلا. طبعا قبل ما ندخل في هذه التفاصيل كلها خلينا نطلع نشوف تقرير ونرجع. لا اخاف غير من الله، جملة كثيرا ما تتردد على مسامعنا، والأكيد أنها تخفي الكثير من المخاوف، قد تكون سخيفة أو توحي لنا بتناقض شخصياتنا. فوارد جدا أن نرى رجلا مفتول العضلات يخاف من حشرة، وما يمنعه من البوح بذلك هو حالة الرجولة المفرطة التي يعيشها. أنواع الفوبيا لا تعد ولا تحصى، وإن بحثنا داخل أنفسنا سنكتشف أننا نعاني من قائمة مخاوف طويلة تختبئ تحت جملة واحدة. زي ما شفنا يا دكتورة سارة في التقرير، دائما عندنا مشكلة أنه إحنا نخفي مخاوفنا، ما بقول الكل، البعض مننا يخفي مخاوفهم والآخر يقدر يواجهه. خلينا نسألك، دائما نسمع أنه لا أخاف غير من اللي خلقني، ما أخاف إلا من الله. فخليني أسألك، ليش تردد هذه الجملة دائما؟ أعتقد أنها مربوطة مباشرة بدرجة الثقة بالنفس. طب هل هي صحيح أن أقول أني أنا ما أخاف إلا من اللي خلقني؟ حسب الموقف. مثلا إذا كان بتخوفيني من شخص فلان وأنا ما غلط بقول لك ما أخاف إلا من الله. صحيح. لكن إذا كان والله حاجة أبي أسوي نفسي يفرد عضلاتي وأن ترى أنا قوية ممكن أستخدمها من باب يعني ترى شوفوني أنا قوية ممكن أني أرمي كلام كذا ولا كذا ولا أبني نفسي أني إنسانة قوية. بلساني مش دافع. يضحكوا على نفسهم وعلى الناس. بالضبط. على فكرة اللي يضحك على نفسه كثير 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 مع الوقت يصدق. يصدقها. مظبوط. يعني يكذب الكذبة ويصدقها. يكذب الكذبة ويصدقها، يبرمج نفسه أنه فعلا، وقد يكون هذا شيء إيجابي، حاجة سلبية. ممكن كذا وكذا. في ناس يعترفوا بمواقفهم، مخاوفهم، سوري، مخاوفهم، يعني إنه يقول لك أنا أخاف من كذا، خلاص يقولوا. في ناس أبدا ما يعترفوا بهذه النقطة، إيش الأسباب اللي تمنعهم؟
هذا اللي نقصده من ناحية أنه الثقة بالنفس. إذا أنا عندي ثقة بنفسي أنا ما يضرني أنك تعرفي أن أنا عندي مخاوف. ينظرون مثلا أن المخاوف من جوانب الضعف وأنا ما أبي أظهر ضعفي، فبالتالي أنا ما أخاف من شيء. هو صح كل الناس في أحد ما يخاف من شيء؟ مستحيل مستحيل أبدا، حتى بالذات مع الأطفال إحنا ما عمرنا نقول لا تخاف من تبذر أنت رجال، إحنا ما نخاف، شوف ما في أحد يخاف، عادي ما تخاف. بالعكس نعترف بمخاوفه نتقبلها وأيضا نبين لنا إحنا كمان عندنا مخاوف. طب دكتورة سارة، إحنا ليش دائما نربط الخوف بالله؟ يعني دائما نقول أنا ما خاف إلا من اللي خلقني، ما خاف إلا من الله. هل ممكن ده مثلا الكلمة دي تقول للشخص اللي بيقولها أو تعطي له إحساس بالثقة أكثر؟ تتوقع أنه مثلا من قالت لأنهم يبونهم أنهم يكونون ما يخافون إلا من الله مثلا؟ ممكن؟ والله مو شرط أنه يكون يخاف من الله يعني، ومو كل من يخاف من يعني. هل هي مربوطة بأن نمشي ومشي صح في حياتنا؟ إذا مشيت الصح فأنت ما تخاف. شوف إحنا عندنا حكمة تقول اللي يخاف من الله ما تخاف منه. صح. يعني أي شخص يخاف الله ما تخاف تعاملك معاه، عرفتي؟ فدائما الناس اللي ما يخافوا الله تكوني حريصة أو دقيقة في تعاملك معهم، لأنه هدول أصلا ما محطين الله قدام عيونهم. ممكن يكون إنسان ظالم، إنسان كاذب، إنسان جارح، صح ولا لا؟ ولا ممكن. لا ممكن. وأتساءل هل إيش تقرب هذه الفكرة إلى خوفنا من المعلمات لما كنا صغار؟ لا، أو تحترميها ما تخافي. والله كنت تراجف. أنا شخصيا كنت أخاف. أنا كنت أحترمها بس مو درجة الخوف، كاحترام. فإيش الفرق اللي بيني واللي خلاني أنا أخاف موت؟ وأنتي تحترمين، ممكن أنتي كنتي أشطر مني بلا شك، أنا جتني سنين عصيبة، فيمكن عشان كذا كنت أخاف. ما أعرف والله يا دكتور، هذا موضوع يبغى نجلس نتناقش فيه بعد الهواء. لا دكتور، هذا السؤال اللي كنت إيش الفرق بين الخوف والاحترام؟ حلو هذا السؤال. الاحترام أعتقد أنه حاجات إيجابية. الخوف معناته أنتي فيك حاجة يخليني أخاف منك، إما أنك عنيفة نفسيا أو عنيفة جسديا، بس فيك حاجة تخوف. إذا العلاقة بيننا تفتقد إلى الأمان النفسي. وأكيد طبعا ما فيها احترام. لا، أعتقد الاحترام والخوف ما يجون مع بعض. إذا خاف منك أنا خاف منك، أنا ملتزمة كذا، خوف منك وليس حبا لك ولا احترام. الاحترام مع شوية حب. إذا العلاقة اللي يكون فيها احترام تكون مبنية على أي أساس؟ حقوق متبادلة أخذ وعطاء، وكل واحد يراعي حقوق الآخرين. أعتقد هذه لابد فيها. طيب لو نبغى نصنف الناس اللي إحنا ممكن نخاف منهم، يعني مثلا هل أنا أخاف من شخص ممكن هو يحاسبني، أو شخص أخاف أني أنا أفقده، مين الناس اللي أنا أخاف منهم؟ أنا شخصيا أخاف من اللي يظلمني، اللي ممكن يظلمني ويضرني، هذا أنا أخاف منه. لأنه مثل ما تفضلت، اللي خاف من الله ما تخاف منه، واللي ما يخاف من الله هذا اللي نخاف منه. فكونه بيظلم هذا يخلني أخاف منه، ممكن يسوي أي حاجة هالإنسان هذا. طيب بالنسبة لمين الناس اللي ممكن نخفي خوفنا منهم؟ هم الناس اللي ممكن يستخدمون هذه المعلومة اللي أنا أقولها لك ضدي. شكرا لك. اللي يستغل نقاط الضعف فيني يعني. بالضبط. اللي ممكن يستخدم. أنا بكل أريحية أقول لك والله أنا تأخرت في تقديم التقرير هذا مثلا، بس أني بسهر ليلة بخلصة. تروحي مثلا تروح تبلغني ترى سارة ما خلص التقرير، تراها متخاذلة، تراها تراها تراها، هاي إنسانة لا يمكن أحكي لها حاجة. صح. لأنه ممكن تستخدم هذه المعلومة ضدي أو شيء. أكيد. بعض الناس يحاولوا إظهار صورة مثالية عن نفسهم، إنهم هم ما يخافوا من أي شيء أبداً. ليش هذول بعض الناس إنه عندهم ذا الإحساس إنه أنا المثالي، أنا الكامل، أنا اللي ما أخاف من شيء؟ ليش؟ لأني حاسة بالنقص، فأبي أبنيه بلساني مش بأفعالي، وحتماً ليس بشخصيتي. طب دكتورة، في أيضا العلاقة بين الابن والأهل أو الأطفال والأهل، دائما الأطفال عندهم خوف إنهم هم يزعلوا أمهم وأبوهم بحجة أو مو بحجة، هو طبعا أكيد رضا الوالدين. فدائما تلاقي الواحد مثلا حريص إنه لا ما أبغى أسوي كده عشان لا يزعلوا أو يتضايقوا مني. هل الخوف ده طبيعي أو غير طبيعي؟ أو ممكن يكون الأهل بسبب ضغوطات نفسية إنه لا تسوي كده عشان لا نقل الرضا عليك، هذا يندرج تحت ضمن قائمة الخوف ولا ضمن قائمة الاحترام؟ كيف ممكن؟ أعتقد أنه مزيج. أنا خاصة في مرحلة المراهقة أنا في صراع بين اثنين، أصحابي اللي أبي أرضيهم أكون جزء من الجماعة، وبين والدي اللي برضاهم. فأنتم قاعدين تقولون لي دخن، قاعدين تقولون لنا نسهر، قاعدين تطلعني نطلع ممكن نجرب المخدرات أو شيء، أبي أرضيكم أسوي نفسي كول، لكن في نفس الوقت أنا أبي رضا والدي، فحخفي عنكم خوفا منكم وخوفا عليكم، إن صورتي الحلوة
تنكسر، وبنفس الوقت انا بيرضيكم صراحه. طب دكتوره ساره كمستشاره تربويه كذا اكيد بتمر عليك مواقف كثير ويعني قصص كثير بتصير مثلا سواء كان مع البنات في الجامعه او بناتك الله يخليهم لك بيجوا يحكوا لك مواقف بتصير معهم، ايش اكثر الاشياء اللي احنا بنخاف منها؟ نخاف من الحاجه اللي خارج قدراتنا على حلها. اللي تخرج قدراتنا على تمام زي اللي تتمس ناس خارج بيتنا، مثلا تنمرت واحدة على بنتي، مو بحاجة أقدر أشتغل بس على بنتي وبعدين نحلها. أنا عندي واحدة مرة برا في بيتهم مع أهلها تربت تربية مختلفة، أنه عادي أنك تضرين شخص، عادي ترمين على كلمة، عادي تضربينه، هذه كيف حل مشكلات وأنا ما أقدر أوصلها. هذا اللي يخوفني، حاجة خارج إطار. وتعرفين إحنا يا الأباء والأمهات عندنا حماية وعندنا على قولتهم اللبوة، ثقافة اللبوة اللي احنا نبي نحميهم من حل كل مشاكلهم، لا احد يلمس عيالي بسم الله عليهم، فتجي واحدة تضرها وانا ماني قادرة احل يعني اوقفها عند حدها، هذه شوي اذا خرج عن اطار التحكم عندي انا. طب هل يدخل هذا النوع من الخوف الفوبيا؟ الفوبيا بزيادة، انا اقول لك مثلا الفوبيا انا اخاف من كل شيء اسمه حيوان، تفهمون؟ انا اخاف عيالي حلوا قطوة حلوا لي مشكلة البسس. جابوا البيت وبعدين تدريجيا خلوني اتجاوز يس تجاوز خوفي من القطط، بس ما زلت اخاف من كل الحيوانات الا القطط. يعني قبل فتره انتشر فيديو لشاب مصري قاعد يشتكي للناس في السياره انه انا اخاف من الفيران، انا شارد من البيت لاني اخاف من الفيران، امي تبغاني امسك الفار، يعني ما في نقص في رجولتي بس انا من جد انسان اخاف من الفيران يعني. ولاقى هذا الفيديو يمكن انتشار واسع يعني، والناس كثير يعني قاعد يقولوا طب بدوا يعترف انه طب حتى احنا نخاف من الفيران، هذا شيء طبيعي يعني. قديش مهم انه الواحد يعترف بمشكلته وما بيقلل من نفسه او من قيمته. كيف يعترف وانت عندك الثقافه السائده في مجتمعنا يقول الرجل لا يخاف؟ وهذا بالضبط كيف يعني قاعدين نسير ضد الصحه النفسيه. الصحه النفسيه انك تكون عادي وريلاكس وقول انا اخاف من كذا اخاف من كذا، بس لا المجتمع يقول لا انت رجال ما تخاف ما تخاف ورجل لا تبكي، فحاجات كثيره نلبسها شخصيه الرجل وهي غير سليمة. هل الموضوع ده ممكن ينشئ ناس او ينشئ جيل معقد نفسيا؟ مكابر والله مكابر، انا ما اخاف انا عادي انا كل شيء عادي. ممكن لو عدى صنصور يخاف لو طلع له صرور هو اول من ينط، لكن المساله انه الى متى نكابر احنا ما نواجه مخاوفنا او ما نواجه عيوبنا او نواحي النقص فينا؟ لانه مكابر لا يستطيع ان يقول انا فيني النقاط هذه نواحي النقص وبالتالي انا بنفخ روحي بلسانك. كمان يا دكتوره الشعور بالخوف هو شعور معقد، يعني حتى لو نبغى نيجي نفسر ايش هو الشعور بالخوف، ايش الرهبه، كيف نبغى نواجهها؟ انا اربط الخوف احيانا بنقاط يعني بمواقف القوه والضعف اللي احنا نمر فيها. نعم. يعني الوقت اللي احس فيها انه انا صلبه احس ان انا اقدر اواجه اي شيء، في الوقت اللي احس فيها اني انا ضعيفه لو تكرر علي نفس الموقف اشعر اني انا ما اقدر اني اواجه هذه المشكله او هذا الخوف. هذه نقطه مهمه جدا، الى اي مدى يدفعنا خوفنا من الفشل مثلا الى الغش الى السرقه الى حاجات غلط كلها عشان الا الفشل الا الفشل حاغلط هذا خوفنا من الفشل يدفعنا لهذه الاشياء هذه المشكله. إذا إلى أي مدى إحنا لا نسمح بالخطأ لا نسمح بالضعف إطلاقا؟ كل إنسان معرض إنه هو يغلط يعني عادي ما فيها حاجة، الوضع طبيعي يعني. بس عندك في المجتمع ممكن يشمت صح أو يفرح بالفشل، فحسب المجتمع المحيط بهذا الفرد إن كان داعم ويساعده ويدعمه في أي حال وجد نفسه مش حيلجأ لهذا الشيء. أما إذا كان من النوع اللي لازم الكمال وممكن يكون متشمت أو حاجة زي كذا، لا أنا حتجنب هذا الشيء بأي وسيلة كانت، حتى لو أنا اضطريت أني أغش عشان بس أخذ امتياز، بس ما أطيح من عينك. صح. دكتورة سارة إحنا رحنا سألنا الناس نشوف إيش رأيهم في هذا الموضوع ونرجع لكم من جديد. عاد الحيوانات كلها عموما ما احبها تقرب مني، بس مو اني انا اخاف خوف بس ما احبها. ما اخاف من شيء. حشرات ما لا لا ما تخوف. اماكن مغلقه ابدا ولا شيء. ولا شيء يعني الحين لو ما رفعت من تحتك ما تخاف؟ عادي امسك لك. المواجهه اوكي يعني حيوانات ما حيوانات لا لا يعني لو فاير كذا مر من تحتك ما تخاف؟ الا اكيد طبعا من فلان يعني لا قوية ما والله يعني شوف على طول لا مو لهالدرجة يعني بس اني يعني اخاف منه بس مو لهالدرجة اني اخاف رعب لا لا يعني عادي
يعني ممكن تموتي. ما ألمس بعيد أي شيء كذا، أرمي عليه مثلا مبيد حشري إيه، لكني أنا أطقه كذا بيدي لا طبعا. شب شب لا خاف من الظلمة والله. إيه ما أحب أقعد لحالي. يا إيه والله ما خاف من شيء. لا بلاش يعني لا لازم نهاية. لازم حاجة تخافي منها. ممكن الوحدة. من الجن. الوحوش هالجني. يس يس. لا لا الحمد لله ماني خواف. أنا خايف. إيش ما تخاف؟ لا لا الحمد لله ما أخاف إلا من ربي. الأماكن المغلقة. لا لا أخاف إلا من الله بس. أخاف؟ أخاف من الفشل. من الظلام. أخاف من إيه؟ لا يعني ما فيش حاجة. لا لا يعني فيش حاجة معينة يعني الحمد لله. شفنا آراء الناس واعترافاتهم. حلو الاعتراف، قاعدين يعترفوا اللي يخاف من الجن واللي يخاف من الله. تخاف من الجن؟ لا طبعا مو كذا. ايوه طريقته شفتي من الجن ولا اللي ما خاف الله من ربي. فشيء حلو الاعتراف بالخوف. هل انتم عندكم مخاوف؟ عندك مخاوف يا عبير؟ ايش هي اكبر مخاوفك؟ انا كانت اكبر مخاوفي او اوقات كانت تجيني كوابيس من ورا الموضوع انه انا افقد امي الله يرحمها. كانت اكبر مخاوفي. بس الحين من الحشرات. اتذكر الدبانة لما طاحت عليك هنا، يعني ايش اللي حصل؟ انا فوبيا عندي فوبيا حشرات. يعني لما اكون في مكان لازم اتاكد انه اللي معايا دي دبانه عشان اقدر اعيش حياتي طبيعي، غير كذا لا. فوبيا حشرات. ريم انا اخاف واكره الوزغ، مستحيل اقتله. يعني الوزغ اللي هو ابو بريس، انت ما ادري ايش تسموه هنا. باطور هو ده. هو والشهره هذول الشيئين يعني ما اقربهم. انت سالك ما شاء الله يومين يا ريم. ابعدوا عني. انا ما اخاف الا من اللي خلقني. ايوه لا انا يدك على فوق. انا اخاف الا من اللي خلقني طبعا دكتوره. لا انا يعني فعليا اخاف من اشياء تكون اكثر، تكون معنويه. من ضمن الاشياء اللي فعلا اخاف منها اخاف الفقد جدا، اكره هذا الشعور. صح. وللاسف يعني كلنا معرضين لهذا. صح. الموقف للاسف. الحين دكتوره ساره كمان انت قلتي انه انت كنت تخافي من الحيوانات اليفه يعني وما زلتي. ايوه بس شويه شويه. طب هل الانسان ممكن يتجاوز يعني مثلا ممكن خلاص مر في دي المرحله؟ يعني انت عندك بسه في البيت، فممكن انت تتجاوزي مرحله الخوف؟ انا ما احتاج اتجاوز خوف الحيوانات لاني ما واجهها. لا هو بشكل عام. لكن قولي مثلا واحدة تخاف من الاختبارات وخوف مرضي وممكن يغمى عليها، هذه محتاجة علاج. صح. يعني مثلا في اشياء تحتاج تدخل اختبارات. صحيح. او الرهاب الاجتماعي ما تقدر انك تجلس وسط الناس. الاماكن الضيقة مثلا. الاماكن الضيقة يعني فكرتها يعني مرة تحس انك مخنوق يعني من جد. فالناس اللي ممكن يمزحوا معاك انه انت يسوي معاك شغلة زي كذا، يحطوك في مكان ضيق او مسكر او يقفل عليك غرفة ومظلمة. انت مريت في هذه المرحلة. انا نفسي كذا. انت مريت في هذه المرحلة، ممكن انه يجي يوم تتجاوز انه يعني خلاص انت يدك مريت فيها خلاص ما تخاف منها؟ هو هذا يدخل مجال علم النفس، فانا ما راح ادعي اني افهم فيه كثير، لكن في حاجات تجي مع الزمن تختفي. اذا كان مرضي اتوقع انه يحتاج علاج نفسي. لكن اذا كان طبيعي زي مثلا خوفي انا من الحيوانات، لو كنت انا في بيئه فيها حيوانات كان ممكن يتجاوزها طبيعي، بس ما في. او ممكن دكتوره ساره لو صار لك موقف مثلا قوي يكسر عندك حاجز الخوف ده، يعني مثلا واحدة تخاف من الكهرباء وشافت ان ولدها جايب غلمس سلك مكشوف، ممكن هي وقتها غريزة الأمومة حقتها تدفعها هي تمسك السلك بدل ولدها. وقتها حتنسى كل حاجة. خلاص الخوف كله معناته ان نفسي بحت. يعني وقتها الخوف يلغي، يعني في مراحل في الحياة نقدر نلغي فيها الخوف. خلاص طفلي ضنايا. الخوف من الفقد ما فيه اعظم من. صح. الخوف من فقد الام. ايوه صح صح. فممكن تضحي بخوفها ده وتنسى وتتنسى ولا تدري عنه اصلا عشان لما جت انا مثلا يعني بسم الله على عيالي، لكن لو جاء احد كلب جاء على عيالي والله ما ادري عن الخوف هذا واحد. الا اكيد الامومه لها دور. وحصل على فكره حصل لما كان ولدي الاول صغير وجاء كلب فعلا ركض وراه
انا شلت الولد الكلب طلع علي انا ما شعرت بالخوف الوليد اهم شيء وليدي بس ارفعه صحيح فما حسيت بهذا الشيء صحيح سبحان الله قديش الام عظيمه يعني خلصت القول يا دكتوره ساره انه الخوف هذا شعور جدا طبيعي الناس ممكن يعدوا فيه لكن خلصت القول ما اروح مكان في كلاب ما نبغى كلاب لكن اكيد دائما في اشياء تدفعنا وتعطينا القوه الداخليه اللي احنا نواجه وهذه نعم. اكيد طبعا هبه من الله انه يعطينا هذا القوه وهذا الاصرار ان احنا نواجه مخاوفنا دكتوره ساره العبد الكريم شكرا لوجودك معنا اهلا بك مشاهدينا حنطلع فاصل نرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي رجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم وزي ما عودناكم اكيد في كل يوم لازم يكون في هرجه فهرجه اليوم هتكون عن الناس وتقلبات الناس من اي ناحيه تقلبات الناس من كل حاجه مثلا احنا كاعلاميات او في كثير غيرنا مشاهير مثلا سواء كانوا على السوشيال ميديا او فنانين مطربين بيواجهوا حاجه اسمها شبح الشهره لناس وبص عند ناس ثانية اسمه غاية ووسيلة وهدف يبغوا يوصلوا له فخليني أسألك الناس دي اللي بتطلع البني آدم وهي قادرة نفسها توطيه في تكة إيش التقلب اللي فجأة دا يصير لأنه صار كثير مع ناس مشهور إحنا يعني عارفينهم أوكي طيب في البداية عشان قبل ما أبدأ معك أنا عن نفسي أي حوار إرضاء الناس غاية لا تدرك صحيح فأنت لو مهما حاولت أنك أنت تسعدي الناس إنه هو مجرد ما أنت تسوي شيء غلط حتى مو شرط يكون شيء غلط ممكن يكون غلط من وجهة نظر الشخص ده صح. بس أنا أشوفه من وجهة نظري صح صحيح. فهو إرضاء الناس غاية لا تدرك خليك زي ما أنت be yourself ولا يهمك ولا أحد طالما أنك أنت ما عملتي حاجة تضر أحد أو تأذي أحد ولو عملتي حاجة تضر فأنت ضررك على نفسك فما تهتم بأحد هذول كإعلامية خلينا نتكلم عن الناس مثلا مو شرط مثلا مش إعلامي ولا ممثل ولا عنده شيء مثلا ايش هتقولي له مثلا كيف تقدر تساعديه لما يقول لك انا انزعج مثلا من الصديق او الزميل معايا في الدوام اللي يوم كويس ويوم لا بنفس بمعنى صح او مثلا حلو تمام وكل شيء مجرد ما مثلا يصير حاجه معانا في المكتب يتغير ما اعرف يعني انا اشوف انه هذه رده فعل جدا طبيعيه يمر فيها الانسان زي ما كنا بنتكلم انه الانسان عادي اب اند داون يصحى من النوم عنده ضغوط في البيت او اي شيء يكون انا لي يعني انا احترم المساحه حقته وهو كمان يحترم المساحه حقتي من غير ما نتعدى حدود بعض ومن غير ما انا ادقق طول الوقت اقول له ايش اللي مزعلك وكاعلاميه من اي ناحيه يعني انا نفسي على الناس زي ما كنت بقول لكم انه الناس قد ايه مثلا انه ممكن تطلعك سابع سماء وتنزلك سابع ارض أنا يعني حكون صادقة في هذا الموضوع جدا أي شخص ينزل للعامة لازم هدول الناس اللي حبوك وقدروك وعطوك وقتهم تعطيهم من وقتك وكمان تقدرهم وتراعيهم صح. إذا فتحت المجال من البداية أصلا صحيح يعني. لكن أنا اللي أتكلم في هذا الموضوع هم قيمة وهم كنز وهم شوفي محبة الناس رائعة سواء كانوا من يعني كنت شخصية عامة أو حتى يعني على مستوى البيئة والعمل والأصدقاء والعائلة لكن ما يكون هذا هو المحور الأساسي اللي أنت عايشة عليه في حال فقدتي هذه المحبة ما تكسرك كثير ما تقدر تعتمدي عليها اعتماد أساسي لكن هي محل تقدير أنا شخصيا محبة الناس طالما أنهم أعطوني من وقتهم فهي محل تقدير بالنسبة طبعا من توضع لله رفعه إيش رأيك في الشهرة؟ الشهرة؟ شوفي أنا جربتها مرتين جربتها في دبي وجربتها هنا في الامارات ما حسيت بها كثير يمكن لانه كل الناس اللي حواليا مشاهير في مجالاتهم في اختلاف التخصصات سواء كانوا مصممات مجوهرات ازياء في الميديا في مجالات جدا كثير فكل الناس اللي بنشوفهم في الشوارع وفي الاماكن العامه مشاهير بس هنا لا هنا شويه مخيف يعني احيانا تشوفي نظرات انه كانه مشبه عليك أيوة ابغى تصور معها ابغى اقرب منها تجيك صور احد يصورك من ورا يعني هنا حسيتها في السعوديه شويه النظرات هذه اللي انا مو متعوده عليها هي اللي تكون شويه مزعجه صحيح تفضلي يا ريم ايش بالضبط انت سالتي كذا سؤال والله جاوب عليهم كلهم يا ريم انا بنهرج هذا وقت الهرجه قهوه وكذا انا اؤمن بانه خصوصا في زمننا الحالي يعني ليس كل اعلامي مشهور وليس شرط انه كل مشهور بيكون اعلامي الان الشهره صارت ناس كثير بيصيروا مشهورين صح. وهم مش اعلاميين اصلا يعني بنلاقي مراهقين واطفال وناس يمكن حتى ناس ما بيقدموا اي شيء ولكن الشهره اللي يزعجني اكثر شيء انه الناس هم
اللي بيخلوك مشهور وهم اللي بيطلعوك فوق وبعدين يجوا بعد فتره يزعلوا عليك ويسووا حمله عليك. طيب من وراء ايه يسووا حمله مثلا؟ يعني مثلا انه يقول لك هذا محتوى تافه او لا يقدم محتوى، طب هو من البدايه كان محتوى تافه ومن البدايه لا يقدم محتوى، لماذا المتابعه من البدايه؟ لماذا كلكم بتتابعوه وطلعتوه فوق وبعدين جايين دحين تزعلوا عليه وتنزلوه؟ مع الخاليه شكرا. ما هذا هو يعني زي ما قلت يعني حب الناس حاجه مره حلوه وجميله، ولكن الشهره أنا بالنسبة لي تخوفني جدا، لأني أنا أحب أني أتعامل معاملة، يعني أحب أني شغلي أتعامل معه كمهنية في شغلي، وبعد كده أنا في حياتي العادية إنسانة عادية زي الناس. أنت يعني تقدر، أنا يتهيأ لأنك أنت تقدر، وهذا اللي بأسويه. يعني أنت تقدر أنك أنت ما تعيش أجواء الشهرة دي، يعني مش شرط أنه أنا عشان طلعت على الشاشة مزبوط. في التلفزيون أنا لازم أكون مثلا طول ما أنا جالسة وأنا مثلا أسلط الأضواء علي بطريقة أو بأخرى أو أحاول هنا الفكرة أن أنا لازم أشهر نفسي بشكل أو بآخر، لا 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 لا، شغلي هو اللي حيطلعني، مجهودي هو اللي حيظهرني، الكلام اللي أنا أبغى أوصله للناس وأبغى أوصل صوت الناس فيه هو اللي حيطلعني، مو ضحكتي ولا ابتسامتي ولا شعري ولا لبسي. بالنسبة لعبير ايش قولي لي انت ايش رايك؟ لا لسه بسالها سؤال. مع انه انت من يعني من بعد مباراه الاتحاد ناس كثيره صارت تعرفك، خصوصا لما عرفت انه انت اتحاديه، فليش هذا الشيء؟ يعني مثلا هل هذا الشيء يكون من احدى الاشياء اللي مزعجتك مثلا او متخوفه منها؟ لا بالعكس، الشكر والتقدير لكل المتابعين وجمهور الاتحاد اللي بيتابعوني وزي كده، ولكن انا عارفه انه هذه المتابعات كنوع من الدعم، انه كلنا مشجعين للنادي يعني فقط لا غير يعني. بس انها هي مسؤوليه كبيره، انه هم بيستنوا وماذا بعد الخطوه القادمه. هتروح المباراه الجايه ان شاء الله؟ انا احاول اني اروح المباراه الجايه ارضاء للجماهير. اكيد ترى انتبهي كمان قاعدين يسحبوا رؤى الاتحاديين. صحيح، كنت قاعده بقول له انه في احد المتابعين كان يسالني عن مقاس التيشيرت عشان يبغى يسحبني من النصر للاتحاد، الله يستر. طيب ردا على الهرجه، انا ما مو اخاف من الشهره، او مثلا ما كانت هدفي انه هو الشهره بمعنى صح، كان هدفي اني من جد اوصل صوتي. يعني من فتره كنا بنتكلم انا وغزل، قلت لها انه في اليوم الاوف حق الاثنين اللي فات كنتوا انتوا بتحكوا عن الاشياء اللي كنتوا تتمنوا تكونوا وهم صغار، انا كان نفسي اكون صحفيه، فايوه فنفسي اني اوصل صوتي باي طريقه ايش من كانت يعني، فان شاء الله يكون هذا يعني باب يعني. فلا ما تهمني الشهرة مثلا أو أخاف منها قد ما يهمني أنا أوصل صوتي وصوت ناس مستضعفة أكثر يعني. أكيد. بس جميل، الحمد لله أنك أنت وصلتي لهذا المنبر عشان تقدر توصل صوتك وأصوات الناس إن شاء الله اللي يستنجدوا فيك يا عبير. أمين يا رب. أمين. مشاهدينا فاصل نكمل معكم باقي فقرات سيدتي. تدليك الرقبة بالأفعى خرافة أم حقيقة؟ وليش الناس بيسووه ولا ما بيسووه؟ عموما حنناقش مع هذا الموضوع مع الدكتور ثامر الشهراني أخصائي علاج طبيعي. أهلا بك يا دكتور ثامر. حياك الله وحابة أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. أهلا بك. خلينا نطلع نشوف التقرير عن التدليك بالأفعى. السبا والمساج من متاع الحياة الدنيا، وقد يكون هذا أهم موعد يترقبه أي إنسان ليتخلص من الضغوطات ويعيش لحظات من الاسترخاء التام. أنواعه كثيرة، فبين الهوت ستونز وإرخاء العضلات نضيع أحياناً في اختيار المساج المناسب، لكن هبة جديدة ألمت بهذا العالم، إنه مساج الأفاعي الذي ثبت علمياً أن فوائده كثيرة. فهل تجرؤين سيدتي على إعلان السلام مع الأفاعي والاستعانة بها للاسترخاء؟ هل تجرؤون؟ دكتور ثامر، يعني شفنا في التقرير تدليك الرقبة بالأفعى، هذه خرافة أم حقيقة؟ هذه واحدة من الخرافات طبعا المنتشرة، ما انتشرت عندنا لكن منتشرة في أوروبا، وعندنا برضو بعض الخرافات المنتشرة هنا بتكلم عنها بعد ما خلص من هذه.
بالنسبة لهذه، هذه خرافة يعني لا العقل ولا المنطق يقبلها، هذا أولا. شيء ثاني، ما في أي شيء يعني في الطب أو حتى الدراسات الطبية أثبتت فعاليتها. والشيء الثالث يعني أنه خطير أصلا أنك تحط أفعى على رقبتك، مع أن الرقبة يعني ممكن تسبب لك مشاكل كبيرة تؤدي للوفاة يعني لو ضغطت عليك شيء زيادة. أكيد طبعا. فهذه واحدة من الخرافات اللي حابين يروجونها عشان تنتشر بين الناس. تعرفين الناس إذا عندهم أي إشاعة أو أي شيء، أي خبر أو أي خبر غريب ينتشر بسرعة. فممكن هذه من الأشياء اللي حابين أنها تنتشر بسرعة. مثل الحاصل عندنا يعني بعض الخرافات اللي ممكن يشد المريض زي الونش، يرفع المريض عشان يقول أوسع بالفقرات. طبعا هذه فيه طرق علاجية مشابهة لهذه، ولكن بطرق طبية. يعني في بعض الأجهزة طرق طبية تسوي مثل هذه الطريقة، لكن ما هي بالطريقة أو بالصورة المسيئة هذه. طيب احنا حناخد هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، لكن خليني أسألك فعليا، هل الضغط على الرقبة بهذه الطريقة ممكن أنه هو يعالج أو يفيد الرقبة؟ زي مساج. إيه لو أنا أشوف الموضوع على الربط، يعني سواء كان بأفعى ولا بحبل ولا الضغط، هل الضغط على الرقبة بهذه الطريقة ممكن يفيدها ويعالجها؟ ما أنصح صراحة. أي. بالضغط أو الربط الرقبة والضغط عليها ما أنصح. في طرق كثيرة ثانية ممكن تخفف لك بشكل كبير آلام الرقبة، سواء إذا كانت من العضلات أو الفقرات أو غيرها، بدون استخدام هذه الطريقة، خصوصا إذا كانت أو إذا كان اللي يطبقها شخص جاهل أو طفل مش متخصص أو مو متخصص. أي. ممكن يضغط شوي زيادة، ممكن يمنع تدفق الدم للرأس، ممكن يسبب له مشاكل ثانية. طب خليني أسألك دكتور ثامر دحينة، إيش هي أصلا في البداية الأسباب المسببات اللي تدعنا نروح ندلك هذا التدليك بالأفاعي؟ يعني ليه الرقبة بتألم؟ ليه أوقات بيجي تشنج أو شد مؤلم جدا لدرجة أنه أنت مثلا ما تقدر لا تفك يدك، لا تفك أصابيعك، كمان في رقبتك سويت الحركة اللي هتهزئوني عليها صح؟ أيوه. فليه دائم في ألم ودائم بنسمع صوت فرقعت؟ هذه آلام الرقبة ومشاكل الرقبة متقسمة لأقسام كثيرة، وهي تعد واحدة من أكثر المشاكل اللي في جهاز المفاصل والعظام والعضلات، يعني تعتبر الثاني بعد آلام أسفل الظهر، نتيجة لعدة عوامل. نتيجة أولا، إحنا الآن في الجيل الأخير أو في الفترة الأخيرة اختلف عندنا الجوال، من ضمنها نمط الحياة الخامل، خلينا نختصرها بهذه الطريقة. صح. واللي يدخل من ضمنها الجوال، التكنولوجيا. احنا ممكن نستخدم الجوال، ممكن نستخدم التكنولوجيا، لكن بشكل معتدل، واني امارس الرياضة. كثير من الناس اللي يجوني مثلا عندهم مشاكل في الظهر او الرقبة هو شخص غير رياضي اصلا، نمط حياة خامل، يجلس بالساعات مثلا على الجوال، واحنا ما نمنع لكن بشكل معتدل، او انه يسوي طرق خاطئة. مثلا بعض الأطفال ممكن يجلس 6-7 ساعات على البلاي ستيشن. هذا ممكن يعرض إلى مشاكل في مشاكل في الرقبة، وبرضه مشاكل في العمود الفقري بشكل صحيح. كامل. فهي تعتمد على نمط الحياة الخامل اللي جالسين نشوفه. طبعا الموظفين المكتبيين أو الموظفين اللي يستخدمون الكمبيوتر وهم أكثر عرضة لمشاكل وآلام الرقبة والصداع الناتج عن الرقبة. كمان يعني كمان بتوصل أوقات من آلام الرقبة يوصل صداع؟ هو في نوع من أنواع الصداع مخصص بآلام الرقبة. يعني ممكن الرقبة تصدر، تكون هي مصدر الصداع اللي طالع للرأس. أوكي. طيب تامر، احنا انت بتقول من ضمن الأشياء أنه استخدام التكنولوجيا والسوشيال ميديا بشكل كثير طبعا بطريقه خاطئه ممكن ياثر على فقرات او عضلات الرقبه، ايش في اشياء ثانيه ممكن الانسان يكون بيسويها او ممكن تكون صارت له ما انتبه اصلا تكون من اتباعها الام شديده في الرقبه؟ طيب احنا نشوفها خاصه، وانا اقول دائما عند الامهات او عند الموظفين اللي يستخدمون الكول سنتر. يعني اذا جاي يتكلم بالجوال، خصوصا الامهات، يعني بتشتغل بتحط الجوال بتجلس تتكلم بالتليفون ساعة، تسوي أشياء تانية. صحيح. تسوي أشياء. هذه في هذه المنطقة في بعض العضلات، فهي جالسة تقصر عمل العضلات هذه. طبعا ما راح تحس فيها مباشرة، عشان كذا الناس يعني ما يدري أنها غلط، فيقول لك أنا لي 3-4 شهور أكلم كذا، فما يتوقع أنها هي مصدر المشكلة. لكن هذه ممكن تكون أسباب تراكمية تسبب لك هذا الألم. فأنا أنصح الأمهات خصوصا الوالدة بعد تسوي الحركة، وحتى موظفين الكول سنتر يعني يستخدم السماعات بدل الحركة، خصوصا إذا كان هو بيشتغل. موظفي الكول سنتر في الغالب يشتغل على الكمبيوتر ويكلم،
فالأفضل أنه يستخدم السماعات بس عشان يمنع التقلصات العضلية. وبالإضافة إلى شيء ثاني مهم ونستخدمه يوميا اللي هو النوم بطريقة خاطئة أو على وسائد تكون مرتفعة جدا، بحيث أن الرقبة يعني تتعلق، يحط الوسادة وسادة عالية فتتعلق الرقبة على فوق، ويكون هذه المنطقة كاملة والعضلات مشدودة في حالة شد لفترة النوم كاملة اللي 6-8 ساعات، يعني لفترة طويلة. وهي إذا كانت المشاكل العضلية تكون أسباب تراكمية، عشان كذا الواحد ما يعتقد أن اللي جالس يسوي شيء خطأ. نعم. طب واللي تعرض لصدمة، ما حنقول صدمة، مش حادث بمعنى حادث، بس بعض الأحيان يعني ممكن فرملة سيارة بعدها، واحد يقول لك مثلا من بعدها انا ما حسيت، سواء كان اللي بيسوق او حتى زوجته اللي جنبه، بعدها يقول لك من بعدها انا بديت احس بتنميل في اطراف في يدي او في اطرافي، هل ممكن صدمه زي كده او فرمله زي كده ممكن تاثر على العضلات وفقرات الرقبه؟ هذه واحده من التقسيمات الرئيسيه في تقسيمات مشاكل الرقبه المعترف فيها عالميا، اللي هي اصابه منتشره وشهيره اسمها ويبلاش انجري، وتصير يعني مع الحوادث نتيجه لردة الفعل المفاجئة، يعني تكون تمشي بسرعة معينة فجأة توقف. طبعا إذا كنت حاطط السيت بيلت، إذا ما كنت حاطط السيت بيلت حطير من السيارة أوريدي. يعني نتيجة للتوقف المباشر جسمك بيكون فيه ارتداد سريع للأمام والخلف، فحركة الرقبة راح يعني مو أحيانا تكون مشاكل شديدة، هذه ممكن يدخل فيها للطوارئ والمستشفى، أحيانا بعض الحوادث البسيطة ممكن تجيه الضربة لكن ما راح يحس في الألم بس مباشرة. ألم يعني ممكن ألم بعد الحادث يوم يومين بعدها يخف، ولكن يبقى فيه مشكلة في المنطقة اللي هي العضلات، ويكون عنده خلل في حركة الفقرات فما راح يحس بالألم، ولكن ممكن بعد فترة احنا نشوفه، يعني نشوف في العيادة تجي واحدة تقولي كان عندي ألم، فنبحث عن الأسباب ما نحصل أسباب، ولكن تسأل هل صار لك حادث مع زوجك مع ولدك من فترة، تقول حادث قبل سنتين أو ثلاث سنوات، هذا ممكن يكون سبب تراكمي سبب لها هذه المشكلة، سبب يعني كيف أقول لك خلى الرقبة عندها ما تقدر تتحكم في حركة الرقبة، يعني فيه بعض العضلات تكون شادة، بعض العضلات تكون ممتدة، فما يكون عندها تحكم كامل في الرقبة. جميل. طب هل المساج يساعد في علاج آلام الرقبة؟ المساج مفيد بشكل عام لعدة يعني نواحي، من ضمنها التوتر، المشاكل النفسية، الشخص أو اللي عنده ضغوطات عمل وكذا ممكن يسوي نوع من أنواع المساج عشان يخف. برضو بالنسبة للي عندهم شدود عضلية ممكن يستخدم أو يسوي المساج عشان يخف عليه هذا الشد، ولكن يعتمد يعني كم مرة ممكن أسوي المساج، هل مرة مرتين تختلف من شخص لآخر، وقديش طوله كمان المساج تختلف يعني. من شخص لآخر، والمساج أنواع كثيرة، يعني للأسف أنا أعتقد أغلب المحلات اللي عندنا مو متخصصين بشكل دقيق في المساج، فيه المساج الرياضي، فيه مساج اللي هو خاص بس بالريلاكسيشن. النوع من المساج كيف اني احدد كم مره احتاج في المساج يعتمد حسب العوامل اللي عندك، سواء عوامل نفسيه او عوامل بدنيه وجسديه. العوامل النفسيه من ضمنها اللي ذكرت لك مثلا يكون عندك ضغط عمل في الاسبوع، فنهايه الويكند ممكن تسوي مساج بس عشان تخفف الضغوط، او اذا كنت يعني جاك شد عضلي في الرقبه ممكن انك تسويه، فتختلف من شخص الى اخر، ما تقدر تحدد كم مرة ممكن أسوي مساج. طب احنا عارف أن الرقبة منطقة جدا حساسة في الجسم، هي اللي ماسكة الرأس يعني، والرأس وزن طبعا وتصل بالجسم. خليني أسألك كده على السريع، إيش هي الشغلات اللي ممكن يسويها حتى نجنب رقبتنا أنها تتعرض لهذه الآلام؟ طيب هي على أكثر من ناحية، ولكن أنا ببدأ فيها من الرياضة بشكل عام، ولكن الموظفين اللي موظفين مثلا موظف مكتبي ننصح بالحركه، وننصح يعني كثير يقول لك مثلا ونشوف هذه منتشره بشكل كبير، خلاص اجلس لفتره يعني بس ما يحدد الوقت، يقول لك اجلس يعني طريقه مستقيمه لفتره طويله. الجلوس بهذه الطريقه واحده من الابحاث تقول انه ممكن تسبب لك اصلا شدود حتى في اسفل الظهر، فالافضل انك بين شغل خصوصا اذا كان عملك مكتبي يعني كل نص ساعه تقوم تتحرك حركات بسيطه، في تمارين بسيطه جدا للرقبه او لاعلى الكتف واعلى الظهر ممكن تسويها بسيطه وانت في المكتب، يعني ما تاخذ دقيقه او دقيقتين تسويها، وتحرك رقبتك، تقوم تتحرك من مكانك، تغير المكان وترجع، يعني تساهم ان تقي نفسك من هذه يعني الشدود. الواحد لازم يعمل رياضه وفي نفس الوقت الرياضه عامل مهم جدا، وكمان يهتم انه ما يعرض رقبته، عامل مهم جدا الرياضه في كل الام الجسم المتعلقه بالعضلات والمفاصل.
أكيد دكتور ثامر الشهراني أخصائي علاج طبيعي، شكرا لوجودك معنا. حياكم. مشاهدينا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل باقي فقرات برنامج سيدتي. طب فيان اهلا وسهلا بك معنا في برنامج سيدتي. يا هلا والله. طب انا طبعا اول حاجه لفتتني حسابك. جميل. مطعم كذا بريف سريع عن حساب مطعم بس عشان نقدر بعد كذا نتناقش معك في اللي نبي نتناقش فيه. طيب اوكي جميل. اسم مطعم هو اي مكان يقدم الاكل. فانا اول ما بديت كان بحسابي الشخصي باسم ترك ضفيان عادي. بعدين الحمد لله يعني بديت اهتم بالاكل بالفود كريتيك بالضبط يعني. صرت اسافر عشان الاكل فالناس زادوا معايا وصاروا فعلا صار يطلبون مني لا اكتب تقارير اكثر واكثر. فقلت ما راح اعرض اسمي كتركي فراح اتكلم مع براند هو يكون مظله كبيره ويكون تحتها ناس ذويقه معي مثلا يكتبون معي. ممتاز. فراح احاول اصنع يعني مثلا مجتمع يهتم بالليش بالاكل بالتذوق. طيب في بعض المطاعم فعليا استاذ تركي الان بتتفنن في اختيار اسماء اطباقها واسماء فرنسيه واسماء ايطاليه و و و و ممكن يكون اصلا نفس الفليفر حق الصحن ده او الطبق ده ما هو لذيذ بس هما بيسووه بطريقه تسويقيه محبوكه عشان يعلوا من سعر الطبق نفسه وفعلا ممكن تكون تست يعني العينه قد كده كميه بسيطه عرفت كانك بتاخذ حبه دواء على طول انتهت يعني تقولين عينه مثلا عينه اوكي هو شوف المطعم لما فتح لسبب واحد هو يبغى يربح باي طريقه ما يعني يقدمك سواء يقدمك اكل فعلا فرنسي ويبغى يعكس لك التجربه الفرنسيه او مثلا اسم مثلا نقول صيني او اي اسماء من الاسماء هذه يبغى يعكس لك التجربه وفي بعضهم لا يحاول يعني تلقى المنتج ما باع معه فيحاول يصيغها بطريقه اخرى سواء يكون في المنيو التصوير يصور لك اياه بطريقه جدا احترافيه يخليك فعلا لما تشوف الصوره تقول انا ابغى زي هذا وفعلا تلاحظ اساسا انه كمجتمع لو المنيو عندك 10 اطباق 5 اطباق بصور و5 اطباق مثلا مو بصور تلاقي تركيز الناس يقول ابغى زي هذا صور ف 90% الناس ترى فيجوال لانه ما ينلام لسبب واحد الاكل لازم تذوق عشان تعرف تقرر فمثلا يكون الاكل لذيذ جدا بس الصوره او الشكل العرض الاكل سيء فتلاقي خسر الناس انه ما حد طلب ايش طلب هذا اللي هو لذيذ فعلا فطلع فكره اللي هو التقييم يعني في امريكا الان صار ما يهم الناس الشكل ولا يهمهم اشياء يهمهم الريت ويهمهم الريكومنديشن في برامج كثير زي الفور سكوير وفي برامج كثيره سواء حسب الدوله في دوله مثلا مهتمين بالفور سكوير في بعضهم مهتمين ببرامج اخرى فتلاقي الناس قبل ما يطلع المطعم يقول انا بدفع 100 ريال ما راح احطها في مكان غلط فاي ونت ميك شور ان الاكل هذا اللي باكله فعلا يستاهل القيمه فتلاقي يبحث عن الاكل يبحث عن المطاعم يبحث عن الوجبات بالضبط اللي هو يبغاها فصار الناس يهتمون فعلا يعني الناس صار في وعي اكبر من اول انا اتفق معك اول كان فعلا الناس اهتمام بالصور والشكل لكن الان لا صار يهتم فعلا وين ياكل تلاقي يبحث عنه حتى لما يسافر يقول انا بروح مثلا لندن ولا بروح مثلا باريس ولا بروح دبي حتى قريب تلاقي جهز لسته مطاعم عنده قبل ما يسافر يقول لك انا هذا مثلا العشر مطاعم احاول اني اكل من هذول العشر مطاعم صح طب خليني اسالك يعني الحين لما يكون سعره غالي مثلا نوع الصحن هذا هل معناته انه طعمه جيد؟ لا طبعا يعني السعر انت متذوق يعني. صحيح السعر دائما يحكم مو الطعم السعر يهتم اللي هو المكونات والجريدينز المستخدمه فيها طب الجريدينز معروف ان اغلى جريدينز السي فود ممكن يكون الطبق اصلا ما فيه سي فود ممكن شرط سي فود يمكن لا ما يكون مثلا عندك في اللحم عندك اللي هو في تصانيف للحم ان نعرف اللحم المعروف اللي عندنا لكن في تصانيف عفوا بس دوبي تذكرت حاجه اكيد انت بحكم انك انت بتروح مطاعم قد عمرك رحت هنا مطعم في الرياض يقول لك الفيل قبل ما نذبحه احنا مسمعينه ميوزيك وذبحناه على انغام موسيقى فلحمه الفيل نفسها دي بتكون طريه يعني هذا من اسلوب التسويق انه سمعوه ميوزيك قبل ما يذبحوه هو شوف هذا مو هو الفيل او الفيل هو الواجيو اساسا اللي تلاحظ فيه الواجيو اللحم البقري كل الناس يقول واجيو لكن فعليا الواجيو لو ترجع الهيستوري حقه هو ياباني معروف اللحم الياباني اللي يسمونه الواجيو لين جدا يعني حتى لما تاكل تشك انه اكل فعلا لحم صح فعلا تحس انه دجاج لكن بدات اللي هو الدول الاخرى عشان تقلد اللي هو الواجيو الياباني البقر الياباني صار يبدا يصلح مزرعه تلاقي يربط البقر يربط تجي من يوم يولد الان ويبدا ياكل اكل خفيف ما يبغى يتحرك كثير عشان ما يقوى اللحم فيبغى يكون يحافظ على اللحم يكون ايش؟ ليونه اللحم تكون ايش؟ نفس فكره الواجيو الياباني
طيب نعم. احنا خلينا كمان ناخذ هذا الموضوع من ناحيه نفسيه واكيد حنرجع لك يا مطعم حنرجع لك ناخذ التفاصيل هذه اكثر، لكن في البدايه خليني ارحب بالاخصائيه النفسيه نوف القنابت. اهلا بك. اهلا وسهلا فيك اختي، اهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. احنا دائما نقول العين تاكل قبل الفم، هل هذه المقوله صحيحه من الناحيه النفسيه؟ يعني اذا انا شفت طبق وهذا الطبق يفتح النفس ممكن اني انا احس بطعمه واتذوق اكثر مما اني انا اذوق اي صحن كذا في قصطير مثلا؟ صح، اكيد الكلام هذا. وسبحان الله انا عندك الماده اللعابيه اللي في الفم تفرز اكثر لما تلاقي اكل جدا لذيذ او شكله منسق او في الوان جميله او مرتبه الصحن بطريقه معينه، بيعتمدون معظم الاحيان على الالوان المشرقه في الصحون لو تلاحظون، او الكلاسيك ستايل عشان يصير اكثر اتراكتيف واكثر شد نفس المتذوق او اللي ياكل الصحن اكثر. طب هل هناك عوامل خارجيه تؤثر علينا نفسيا عند رغبه الجوع او الاكل؟ طبعا، لانه في الان كثير اشياء تضغط على الانسان. مثلا لما بعض الشخصيات ما تعرف الفرق بين الجوع والعطش. صح، الجوع الرغبه في الاكل نفس المقومات تكون الرغبه في الشرب. احيانا بعض الناس يكون ما يقل يشرب مويه فبالتالي يغطيها بالاكل، عرفتي علي كيف؟ فلما الانسان ما يركز انه هو جوع عطش ولا جوع اكل، ولا احيانا جوع تفريغ شحنات سلبيه او تفريغ طاقه سلبيه، انه ياكل لغرض انه يعبي الالم اللي جواته، جوع عاطفي. او احيانا عيبتهم فشل خلق انه ما عنده شيء يسويه فياخذ الاكل كتسليه. صح، مضبوط. طب دكتوره نوف او اخصائيه نوف، بعض المطاعم وبعض اصحاب المطاعم بيتبعوا طريقه اللي هو يحط كميه مره بسيطه، لسه تونا كنا جالسين انا واستاذ تركي بنتكلم، اللي هي تعتبر كانها عينه ويحاول يزينها كده بطريقه او باسلوب كده جذاب يعني. هم يعتمدوا الكواليتي احيانا على الكوانتيتي. طيب معظم نلاقي المطاعم هذه المطاعم الفرنسيه. صح، دائما اقول لكم صحن كبير والاكل مره كميته قليله. طب هذه ممكن تاثر نفسيا؟ يعني انه الاكل ده مره حيكون لذيذ وكميته قليله واكيد مطبوخ بطريقه معينه فانا حاطلبه ويكون طبعا سعره جدا مرتفع. صح، من كذا احنا دائما نقول لنفس البيشنت اللي عندهم مثلا شراهه في الاكل او مثلا عندهم تفريغ العاطفي او تفريغ بعض المشاعر السلبيه او احيانا ايجابيه، لان في بعض الناس لما تكون مبسوطه كثير تفش خلقها في الاكل، وفي ناس لما تكون زعلانه كثير تمتنع عن الاكل ايام وايام او بالعكس. صحيح. صح. فاحنا نقول في الطريقه هذه ترتيب طريقه الاكل، مثلا حاول تبدي بكاس مويه، حاول تبدي بالسوب، بعدين السلطات. والسلطات بعد كذا هذه الاطباق لما تكون مره كميتها قليله يعتمدوا لك على تكون الجوده جدا عاليه واغراء نفس المتذوق او الانسان اللي ياكل بكميه الاكل، فما تكون جدا قليله حيقول ايوه حيطلب صحن او اثنين او ثلاثه، ترى مو شرط احيانا كمان يقدر يكمل الصحن، احيانا ياكل ربعه او نصه يخلي الباقي ما ياكله. ياي. فلما ما ياكل الصحن الباقي للاسف مش كل الناس تاخذ معاها التيك اواي. هذا هو سؤالي لك يا استاذه نوف، انه احنا ليه مثلا لما نكون جوعانين بنطلب كثير؟ اكيد بتلاحظ يعني احنا العين تكون جوعانه اكثر من المعده. صح، العين. انا اقول لهم انا لما يكون الواحد جوعان اشربي لك كاسين مويه، بعدها كذا حتقدري انه بالفعل انت جوعانه ولا انت عطشانه، وبعد كذا كمان حتى المعده لما ينزل عليها كميه الاكل ما حتنزل بالكميه اللي مره كبيره وتحسي بالشراهه، لانه حتى كمان انه نقترح دائما اللي ياكل ما يكون قدام التلفزيون، لانه ياكل عمليه اوتوماتيكيه ما يتذوق الاكل ما يستطعن فيه، فحيظل ياكل زي الشغلينج بس بالفم بدون ما يتذوق، حيخلص الكميه ويقول لك انا ما شبعت. طيب يا استاذه نوف، ايش هي نصيحتك للمستهلكين وخصوصا الاشخاص اللي بياكلوا قدام التلفزيون او بيشبعوا عينهم بالطلبات الكثيره دي، كيف يقدروا يسيطروا على رغباتهم؟ طبعا احنا دائما نقول لهم دائما لما عندنا برامج كثيره في الطب النفسي لانقاص الوزن بطريقه امنه وسليمه، نقول لهم اول حاجه لما تكوني في مطعم دائما روحي المطعم مو تكوني انت ميته من الجوع، هل كان من الجوع؟ لا، حاولي ترتبي اوقات اكلك. ثاني حاجه لما تروحي المكان دائما اشربي مويه قبل ما تبدي بالسله الخبز والزبده، اوكي اشربي كاسين مويه عشان تفرقي بين الجوع العطش والجوع. مزبوط. بعد كذا اطلبي شرب اشياء خفيفه سلطه، وحاولي دائما تتشاركي مع الاشخاص، حاولي تشاركي معهم، يعني صح المثل اللي يقول لك شيرنج از كيرنج، المشاركه هي جزء كبير من الاهتمام. شاركي معهم صحن عشان تتذوقوا، وبعد كذا لو ستيل انت جوعانه اطلبي بس ما تخلي شيء باقي، وثاني حاجه ما يكون الصحن مليان قدامك وانت بس قاعده تضغطي على نفسك انك تاكليه عشان حرام يكتب. صحيح، يعني عرفتي؟
نوفل بنابط الأخصائية النفسية، شكرا لمداخلتك معنا. أرجع لك يا تركي، إيش رأيك في نصيحتها في الأخير للمستهلكين؟ والله أتفق معها 100% صراحة. للأسف نطلب دائما عادة أكثر من حاجتنا، مع العلم أنك لو تطلب مثلا كمية بسيطة وفعلا دفعنا باقي محتاج أو جوعان باقي تقدر تطلب ثاني مرة. يعني دائما زي ما قالت الأخت نوف، لما نجي نشوف الصور نبدأ نطلب، زي ما قالت العين تسبق الليل. فأنت لما تشوف الصور وتشوف الكميات تلاقي كنت تقول والله أنا عجبني هذا وعجبني هذا، وأنت فعلا أساسا ما جربته، فقاعد تطلب عشان الصور وأنت جوعان. فالاقتراح لاقتراحاته فعلا جميل انك تشرب مويه قبل مزبوط. وتبدا تعرف ايش فعلا وزنيه الاكل اللي تبغاها. هو عموما يا تركي انا اعرف واحده دائما بس تطلب الاكل عشان تتفرج عليه بدون ذكر اسماء يعني. احنا مكملين معك اكيد تركي، ولكن مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع ثاني. ورجعنا مشاهدين نكمل فقرتنا عن التفنن في تقديم الأطعمة مع ضيفنا في الاستديو تركي صاحب حساب مطعم. خليني أسألك على السريع، يعني بحكم تخصصك وإنك جربت أكثر من كم دولة وجربت كثير من المطاعم، إحنا كيف نقدر نحد من هذه الظاهرة؟ يعني بنروح مطاعم وبندفع المئات وفي الآخر بتجينا عينات، بس شكل التقديم بيكون يفتح النفس ومو لذيذ، سواء بالديكور أو بالألوان. أحيانا يكون لذيذ يعني الواحد من يجربه على حسب إيش الشغلات اللي يحبها، يعني مثلا في أكل ني فبالتالي ما يتاكل أو ما يكون مستساغ عند البعض. لكن خليني أسألك كيف ممكن نحد من هذه الظاهرة؟ أغلب الدول الأوروبية اللي هم ناس فعلا يهتمون بالإنفاق، يعني فعلا ما يبغى يحط مثلا المبلغ هذا إلا فعلا يستاهل، معتمدين 90% إلى 100% على التقييم. يعني أنا مستحيل أكون جربت كل المطاعم ولا حتى أنت جربت جميع المطاعم، لكن مثلا أنا اشتهيت مثلا أبغى أكل ستيك، أنا أبحث إيش أحسن واحد يقدر يقدم لي ستيك، مو فقط إن أو في مطعم فتح جديد لازم أروح أجربه، لأن أغلب العادة اللي الحين نوعا ما يعني بالدارجة عندنا مطعم جديد فتح لازم أروح أجربه. هو وسيلة ترفيه ترى تركي. أنا أتفق معك، لكن معنى إن أدفع 200 ريال 300 ريال على ستيك وآخر شيء يطلع أكل مو جيد، وأضطر إني أروح مطعم ثاني عشان أكمل أكلي، غير إنه إسراف الأكل، أنت قاعد تعطي المطعم بوش إنه فعلا قاعد تعطيه أنت فلوس عشان يبدأ يستمر. صح. لكن المفروض انت لو قاطعته او اعطيته الفيدباك انه قلت اكلك سيء ما راح اجيك ثاني مره، يبدا هو يطور. مشكلتنا الان الناس يطلعون حتى لو ما عجبهم هم 90% يجون اغلبهم، ما راح اقول زي الاخت قالت، يصورون الاكل، يبغى فقط الديسبلاي ان انا جربت المطعم الفلاني. لكن فعلا انا اهتم بموضوع التقييم لانه اهم سبب فعلا انه يخلي المطعم يطور نفسه ويطور منتجاته حتى. ممتاز. طب هل ممكن مشاهير السوشيال ميديا يكونوا سبب في انتشار هذه المطاعم لا تاخذ على محمل شخصي. لا 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 بالعكس بالعكس. هذا شغله، هو هذا شغله صح. لا هذا انت كشغل بس فعلا في ناس من السوشيال ميديا تلاقيه يجلس مثلا يصور لك المطعم ويصور لك الصور ويصور لك الاكل حلو. وهذا لذيذ، ولما انت تروح المطعم تفاجئ. طبعا الناس اذواق، ولو الاختلاف الاذواق لبارة السلع، بس تركي فعلا في بعض المطاعم تكون جدا سيئه. صحيح. بس هو يكون مدفوع للمشهور ده انه يعمل دعايه ويكون الاكل جدا سيء. اتفق. بس هذا شوف، في بعض الاخوان والاخوات من السوشيال ميديا قاعد يضر سمعته بالاساس. يعني سوري انا اخذت مثلا مبلغ او قدره على الدعايه، بكره كل الناس اللي راحوا متابعين او الناس اللي واثقين فيني جربوا المطعم وطلعوا طعم الاكل سيء، انا مو فقط اني انا خسرت، انا خسرت استمراريتهم معي، ما احد راح يثق فيني بكره. صحيح. لازم يكون في مصداقيه. بالضبط. فانا ما راح اضر بسمعتي ولا مثلا تجربتي وعشان مبلغ بسيط وراح اخسر استمراريه الفلوس معايا عشان موضوع اكل سيء. صح. احنا عندنا كمان تركي فيديو الفنان رائع جدا وحبيب وقريب من القلب، خلونا نتابع هذا الفيديو هتعرفوا مين هو. ايش موضة الفشخره والهيض اللي نازله في المطاعم؟ يعني عشان اذا المطعم راقي لازم يكون غالي؟ كاس العصير البرتقال 25 ريال سلامات، ليش عصرته عذراء كوبيه؟ البيبسي 8 ريال برا بيدار ونص، تساله ليش؟ يقول لك والله عشان مطعمنا راقي وفاتحين مكان غالي نبغى نطلع اجار. لا تطلع على ظهري يا ابوي، لا تهايط على حسابي، اكلك كويس تفتح في الصحراء الناس تجي تاكل من عندك. بعدين ما في منيو عربي؟ خلاص يا انجليزي يا فرنسي. قال والله اذا عملنا المنيو عربي بيصير مطعم لو كلاس. ما بصير لو كلاس، تضرب انت وهالدراس. مره جوعان فت على مطعم لقيت المنيو كله فرنسي،
ما فهمت، قمت نقيت اطول جمله قلت له بدي هي، بس هي شو؟ قال لي ميسيون هي اكبلون حاطين عليها شطبيون ولي فوتني بالحياه. قلت له جيبها ما نفهم انا عليك بدي اكل. طلعت باذنجان مقلي، اكتب لي باذنجان مقلي يا سيدي، اكتبها بالفرنسي المعرب باذنجان مقلون بفهم. من يوم رايح بتفوت على مطعم قال له بدي منيو عربي، ما في منيو عربي قال له جيب لي الشيف يشرح لي، بيجي بيقول لك والله السري بس الشيف عندنا فرونسي، قال له لا الشيف مو فرونسي، بتلاقيه حلبيه ولا حمصيه من عنيه. طبعا يعني الرائع محمد القصم معنا عبر الهاتف، اهلا وسهلا فيك محمد. يا اهلا وسهلا فيك، مرحبا فيك وبالضيوف الكرام وجميع المشاهدين. انا ماني قاعد اشوف التلفزيون فماني عارف مين عندك في الاستوديو لحد، لكن تحياتي للجميع. الله يسلمك. معايا زميلاتي غزل ورؤى وريم وطبعا استاذ تركي. يا اهلا وسهلا، اهلا فيك بالجميع. يعني تركي هلا اول واحد حيزعل منا تركي الليله ان شاء الله. لا 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 ما حيزعل. خذ راحتك خذ راحتك. اكيد محمد انت مريت في موقف خلاك تسجل هذا الفيديو، طلع بدنجو مقلو، يعني حكينا كده الموقف اللي صار معك اللي استفزه. ايوه اللي استفزك خلاك تسجل هذا المقطع. والله يا عزيزي مو موقف، عده مواقف. شوفي انا قضيت يعني شوي يعني من حياتي اعزائي بحكم انه اهلي في الرياض، فاضطريت اني مثلا اعمل في الشرقيه ولا في الغربيه. صحيح. فتعرفي العزابي احيانا ودي يدلع نفسه يعني. صح. مو كله فول وطعميه وكبسه، لا تروح ودك احيانا يعني تكافئ نفسك على الشهر. فتروح تدخل مطعم اللي هو يعني خاصه من المطاعم الجديده زي ما قال اخوي تركي، اي قال مثلا احنا نحب نجرب اي شيء يفتح جديد نروح نجربه، فودك تدلع نفسك تروح تكتشف انه كل شيء فخم في المطعم ما عدا الاكل، يعني الديكور فخم، الفواتير فخمه، اي ما عدا الاكل، نفس الاكل حق البوفيه هو نفس حق المطعم، طبعا غير يجيك مثلا مطعم مثلا اسمه كذا ايطالي، فهمت عليك؟ جوفانو واللي جوا قاعد يصلح ابدا مو جوفانو. بالضبط. اي فهذا الشيء، الشيء الثاني يا اخي اعطيني شيء يعني، طبعا احنا والله احيانا تروح المطعم تتنادم تقول يعني يا ريت لو ماكل صحن مجدره. أيوة من ايد امي. اي أيوة والله مجدره ها من ايد امي ولا جاي ماكل هنا عندك. صح. تستغرب تقول ليش يعني، لا سواء بالطعم لا سواء ونفسه ما في شيء يعني برا. انا ما ادري يمكن قبل شوي كان اخ تركي قال كلمه مره على برا، يا اخي عندهم يقيموا التقييم في مجلات تنزل اذا في مطعم اكله مو زين يصلخون فوق، احنا ما يدري. هنا تشتكي والله احيانا تدخل على صحن مطعم. صح. او تطلب طبق تقول لا مثل الملح زايد ولا شيء، ادفع حبيبي ادفع جيب لك غيره. تنقهر تنقهر يا محمد على المبلغ اللي انت حطيته، وفي الاخير يعني انا ترى جاي جوعان وابغى اتدلع، في الاخير تحس ان انت ما تدلعت بالعكس تبهدلت. بهدلت يعني يا محمد انت رائع دائما ودائما تبهرنا بكل حاجة، حتى خصوصا هذا الفيديو بصراحة يعني نسمع الكنترول بيضحك. محمد شكرا على هذه المداخلة. طول عمرك. لا بالعكس خليك ربي، هذا شرف إلي وتحياتي لكم لجميع المشاهدين. الله يسلمك. أهلا محمد. خلونا ناخذ كمان مداخلة أخرى عبر الهاتف، المتذوقة جوزاء العصيمي صاحبة حساب لايك فود اللي تبعها أكثر من 45,000 انستغرامي. اهلا بك جوزاء. ان شاء الله مساء الخير على الجميع. مساء الخير فيكم. اهلا وسهلا. مساء الخير. سعيده بصدقتكم لي بالبرنامج. اهلا وسهلا بك. طبعا انت بداتي من 2008 الى اليوم، يعني تقريبا بنتكلم على 10 سنوات، خلال هذه العشر سنوات تقريبا ايش المعايير اللي تقيسين بها اختيارك وتقييمك للمطاعم؟ طبعا ما اقدر اقيسها بعامل واحد. في عده جوانب مثل جوده الاكل، ديكورات المطعم، وطبعا الاهم الخدمه. الخدمه. ايوه واخذ بعين الاعتبار كل شيء جديد واحاول قد ما اقدر ارضي متابعيني. مزبوط. طيب يعني هذول المتابعين اللي تعدوا ال 40,000 يعني بالعاده ايش تحسي اكثر متطلباتهم يعني في المطاعم ويسألوك يعني خلال حسابك ايش اكثر الاستفسارات اللي بيسألوك اياها؟ شوفي متابعيني تختلف فئاتهم العمريه. بعضهم يسألون عن مطاعم جديده، وبعضهم يسأل عن مطاعم جلسات اوت دور. تهمهم كثير خاصه ان الاجواء وقت الشتاء يعني، واذا صارت الاجواء حلوه تهمهم هالاشياء. في ناس تهمهم الخصوصية يطلبوا مطاعم تكون باكيشن. ما في أحد يهمه الأكل؟ أكيد أكيد الأكل مهم. أكيد الأكل مهم، بس إنه أنت تسألين أشياء معينة يسألون عنها. هذه الأشياء اللي بالعادة يركزون عليها. طيب خلينا الأذواق تختلف طبعا.
ايوه تفضلي يا جوزاء. ايوه انا اتكلم على بس الاشياء المعينه اللي يركزون عليها، وطبعا الادوار تختلف يعني. صحيح. طيب جوزاء خليني اسالك هذا السؤال، انه اكيد كمتذوقه بتروحي من مطعم للثاني للثالث، فبتختلف الاسعار وبتتفاوت، مع انه ممكن يكون انه هذا المطعم قاعد يقدم نفس الصحن او الاكله المعينه في المطعم الثاني، ليه بيتفاوت الاسعار من مطعم لمطعم؟ شوفي الاسعار تعتمد على اكثر من جانب، اهم شيء الموقع، الموقع يختلف، اذا كان موقع المطعم يختلف طبعا في ناحيه المكان الموجود فيه، من ناحيه الايجارات واشياء كثيره، جوده المكونات اللي يستخدمها المطعم والمكونات اللي يستخدمها هل هي محليه او مستورده. جميل. في احيانا يعتمدون على مكونات مستورده خصيصا لهالمطعم، وفي اشياء طبعا كثيره ما اقدر اختصرها واذكرها. اكيد طبعا جوزاء العصيمي، شكرا لمداخلتك معنا. ارجع ليك يا تركي واسالك عن ثقافه التقييم اللي احنا محتاجينها في مجتمعنا، قديش مهمه التقييم، قديش احنا بنساعد بعض وبننصح بعض خلال التقييم، وحتى المطعم بيستفيد من تقييم المستهلك. في نوعين من التقييم، في ناس مثلا موثوقين، الناس معروفين بالاكل وناس يتابعون، يعني يتابعون بسبب الثقه اللي فيهم، وفي ناس لا، تكون مثلا من اصحابك، يعني تلاقيك مثلا تكون جالس مع ناس من اصحابك او مثلا زملائك في العمل وتقول لك والله انا جربت امس المطعم الفلاني لكن للاسف ما عجبني مثلا الستيك حقه او مثلا البيتزا حقته. في بيقول لك لا والله انا صراحه انصحكم مثلا بالاكل الفلاني. في عندك نوعين، في واحد تجربه من ناس تثق فيهم وتثق برايهم، وفي ناس لا والله ما تعرفه شخصيا لكن الشخص تعرف انه معروف مثلا بالمجال هذا. فيصير انت تصنع ثقه معاهم والناس يتابعونك على سبب الاكل هذا. صح. فالتقييم يكون نوعين، يا تقييم فعلا واحد مختص او تقييم خلينا نقول بالعامي يسمونها اللي هو الورد اوف ماوث يعني. وكمان خلال المواقع صحيح، الان فعليا المواقع للاسف ضعيفه، انا كان عندي موقع للامانه وسكرته صراحه، الناس لاحظت المجتمع الخليجي او السعوديه الناس توجهوا للسوشيال ميديا اكثر بكثير من المواقع. مظبوط صحيح. فصارت انا حتى تجاربي كلها هي في الانستغرام وصارت موجوده في الانستغرام فقط. هي از مرجع للناس حلو، والسناب شات فقط تغطيات يوميه. لكن المرجع الرئيسي هو الانستغرام، لان الانستغرام مثلا فكرت تاكل تقدر ترجع للهيستوري وتقدر تختار الوجبه اللي تحتاجها. طيب وانت بتقول الحقيقه يا تركي؟ يس يس طبعا، تقييمك حقيقي يعني اكيد ما راح اضحي بسمعتي، ما راح اضحي بسمعتي عشان هذا. طيب تركي، ايش اكثر المطاعم اللي دائما الناس يسالوك عنها هنا في السعوديه بحكم انك انت خبره في المجال ده؟ ما يقدر يقول دائما. لا لا لا، بشكل عام يعني مثلا تحدد صيني، ياباني، ايطالي، اكثر مطاعم الناس تسالك تركي ايش اكثر مثلا مطعم ايطالي تنصحنا فيه، اكثر مطعم ياباني تنصحنا فيه؟ هو تختلف صراحه، يعني تلاقي مثلا في ناس مهتمين بالاكل الصحي، في ناس تلاقيهم مثلا اعمارهم مثلا ناس صغيره ناس يهتموا بالفاست فود، في ناس مثلا يقول والله يا تركي انا ما يهمني الاكل، انا ابغى جو فعلا، ابغى مثلا اجتماع مثلا، لا اجتماع بزنس. فهو يعتمد على متطلبات الشخص، بس الاغلبيه اللي هو الاكسبتنس عالي جدا يكون فيه دائما اللي هو الاكل التركي والاكل الايطالي والهندي، هذا تلاقي اغلب طبقات المجتمع بجميع فئات عمرهم تلاقي يعجبهم اكثر شيء. صح. وبعدها يبدا الاكل اللي هو متخصص ياباني مثلا، يبدا يسال وش احسن واحد يصلح لي مثلا سوشي مثلا من النوع الفلاني. فيبدا اوكي تبدا الحين تتخصص بوجبه معينه واكله معينه، تبدا ايش تعطيها المقارنات. يعني اكثر الاكل اللي الناس بتطلبه خصوصا عندنا في المملكه التركي والياباني. لا لا مو الياباني، اكيد الاغلبيه اللي هو التركي والايطالي وال تركي والهندي. وايطالي وهندي بس طبعا تبدا ناس مختلفه جدا، يعني مثلا في ناس يقول لك انا لاحظ اغلب طلبات تجيني في الانستغرام حتى في الخاص والايميل يقول لك نبغى اكل صحي، يعني انا اللي انبسطت فعلا ان في ناس بدا يهتمون بالاكل الصحي. صحيح. مو دايت، لا اكل صحي صحي. فهذا شيء جميل جدا، يعني فعلا بدا الناس بدا عندهم التوعيه، بدا يهتمون في نوعيه الاكل اللي قاعد ياكلها. جميل حلو. بس احنا قبل ما يعني نختم معاك يا تركي خليني بس اكد على شغله، ترى في بعض المطاعم تستحق انه الواحد يدفع فيها. صحيح. يعني ما نبغى نقول كل المطاعم الغالية لا أكلها مو تمام. صحيح. بالعكس في مطاعم تستحق. صحيح. تركي الطفيان صاحب حساب مطعم، شكرا لتواجدك معنا في برنامج سيدتي. الله يعطيكم العافية. مشاهدينا فاصل ومكملين معكم باقي فقرات سيدتي. ننتقل إلى فقرة الفاشن ونشوف لقاء خاص مع مجموعة من المصممين مستوحين طبعا تصاميمهم من الطبيعة ومن أماكن مختلفة حول العالم. نتابع.
انا تحت كونسبت اسمه بوب اب شوب جاي من مصر. الفكره كلها انه بوب اب شوب زي ديبارتمنت ستور supporting young emerging Egyptian designers. هما بياخدوا ديزاينرز مصريين ممكن يكونوا مش قادرين يفتحوا محل لوحدهم, وكل شهر بيعملوا ايفنت في مصر, وعندهم يعني ديزاينز من هوم ديكور فاشن تو اكسسوارز اند فاين جولري في نفس الوقت. فترة يعني بدأت اكسسوارات تاني سنة يا جماعة, بقالي 4 سنين عملت براند اسمه AFH Designs, بستعمل أحجار طبيعية, صدف, بجمع يعني materials من حول العالم وبعمل اكسسوار يعني يونيك للكاستمر. لحد دلوقتي عندي 4 كولكشنز. انا ابتديت في الاول خالص كنت بس بعمل بريسلتس, ستون بريسلتس اللي هي الاحجار الطبيعيه. بعد ما لقيت الموضوع كبر شويه والسيلز كتروا وحسيت ان الناس عاجباها حاجتي والديزاينز, ابتديت ارسم الديزاينز لان انا تخصصي فن, كنت برسم وبعمل بينتينج. فابتديت ارسم ديزاينز, واول كولكشن كان اسمه اوف ذا سي, كله يعني انسبايرد من حاجات من البحر والصدف. بعد كده عملنا اوف ذا ديزرت, افكار يعني راستيك اكتر. ودلوقتي تالت كولكشن اسمه ذا اويكنينج, معموله من سيلفر وبراس وجولد بليتد ايتمز. انا كل كولكشن بيكون فيه لازم يكون فيه حلق ونكلس بريسلت وخاتم. انا البراند AFH Designs معروف اكتر بالحلقان, بعمل حلقان معموله من صدف وبيرل اللي هو اللؤلؤ, بيتعملوا في بالي. فالكرافتسمن بتاعي بيجمع صدف كل شهر وبيعمل برسم له ديزاين وبيطلع يعني حلق مميز بيكون يعني لونه طبيعي كله معمول من الصدف والبيرل. فدي حاجه بتميز يعني الكونسبت انه مش بس ماتيريالز بتلاقيها في السوق يعني. انا لو هوصف مجموعتي بثلاث كلمات هقول انها مالتي كالتشرال سبيريتشوال واوريجينال, لانه اشياء كلها جايه من سفريات. يعني انا كل ما بسافر في حته لازم يعني اتعلم حاجات جديده, بشوف حاجات جديده, والسيمبلزم بيطلع في الاكسسوارز. في نفس الوقت بحب استعمل ماتيريالز مختلفه. مصممات الاكسسوارات اللي انا يعني طبعا كلنا كمصريين فخورين بيها جدا عزة فهمي, اكتر مصممه عملت تاريخ بس بتصمماتها, وان شاء الله هي الايدل فور اول ديزاينرز وانا كمان, يعني ان احنا نكون نوصل لبزنس وديزاينز وكونسبت زي ما عزة فهمي وصلت, مش بس في مصر بس حوالين العالم كله. انا بالنسبه لي اكتر ترند بقيت احبه في الاكسسوارز هو الستيتمنت ايرينجز. يعني انا شخصيا ايوه بعمل اكسسوارات ومصممات اكسسوارات بس بيسك قوي سيمبل, مش بحب البس اكسسوارات كتير. الناس على طول بتسالني ليه انت مش لابسه حاجتك, بس انا اكتر حاجه لازم لو نزلت من البيت البسها هي هو حلق, وبحب جدا الحلقان اللي بتعمل ستيتمنت. الناس فعلا تشوف الحلقه وتقول ايه ده, دي حاجه مختلفه, حاجه ما شافوهاش قبل كده. فبالنسبه لي يعني دي اكتر حاجه بتشدني ليها, الحاجات اللي فيها احجار, حاجات فيها صدف, بيرل, بحب البيرل جدا, والذهب كمان يعني. بحب كمان الميكس, يعني لقيت كذا ديزاينر يعني لما بعمل ريسيرش عشان تو ديفلوب ماي ديزاينز بلاقي كتير بيستعملوا ستونز وود, كمان الخشب دلوقتي بقى حاجه فيري ترندي ان جولري, وممكن يتعمل بطريقه انه يبقى فاين جولري حتى لو في سمبل ماتيريال زي خشب. ذا
نصيحتي لكل بنت بتختار اكسسوارات لنفسها انه اولا تشوف ايه اللي يمشي معاها مع ذوقها وتخلي ذوقها يعني true to herself انها مش بس تختار اكسسوارات عشان الناس كلها لابساها، لازم تختار حاجه هي فعلا حباها وشكلها حلو عليها، وبرضه يكون في بالانس ما تزودش. لو هي لابسه earrings statement ما تلبسش عليها حاجه ضخمه necklace، يكون في بالانس في كل الاوتفيت والاكسسوارز مع بعض. My next step, inshallah, I would love to open a shop and إنه أفتح محل ليا، وإن شاء الله يعني أنا عايزة أكمل في الفن كمان مش بس الإكسسوارات. بحب أرسم، بحب أسافر الدنيا، وعايزة أديفلوب الديزاينز وأستعمل ماتيريالز مختلفة أكتر من اللي أنا أوريدي بستعمله وأتعلم طبعاً. بس شكرا يا غالية على هذا التقرير، أكيد لقائك الخاص والجميل مع مصممة جوهرات فريدة أبو شادي. جميل، طبعا هذا المحل مرة يحمس، وأنا من الأشخاص اللي على طول ممكن تدخل هذا المحلات. خليني أقول لكم حاجة، تخيلوا يكون إحدى الفنانين المشاهير الرسامين بيكاسو وغيره راسم ملامحك من 100 وشي سنة. يا سلام، إن مو أكثر طبعا. إذا مو أكثر طبعا، طب 100 يعني 100 وشي سنه تكوني كذا مثلا جيتي في خياله عبير ورسمك؟ ايوه ليه لا؟ يعني انت عارفه انه في تطبيق دحين بيبين يكشف الشبه ما بينك وما بين اللوح المشهوره اللي حتى تكون موجوده او معروضه في المتاحف العالميه، طبعا هذا التطبيق موجود من 2016 لكن الحين مؤخرا صار عليه طلب كثير بسبب انه صار بيبين بيحط هذه الخاصيه الجديده. دقه هذا التطبيق تاتي من جوجل واليات البحث اللي يوفرها. التطبيق اسمه جوجل ارت اند كلتشرال، ثقافات، ويكشف لك الصور اللي تشبه لك من اللوحة. عشان كده جيتوا صورتونا قبل الحلقه، عشان كده تصورنا، احنا مش بنتصور يعني، فخلينا نشوف، خلينا نشوف اكثر اللوح اللي تشبه. هذه تشبه رؤى، هذه رؤى تصدق اللوحه تشبه بنتك، لوحه عالميه يمكن عشان نفس وسع العين. ما شاء الله، والوجه كذا يعني برشلونه ايش اسمها؟ اسبانيه. هذه انا، ايش اسمها؟ ديانج ماكيلينج. لوحة للفنان العالمي اللي هو ما اعرف من هو، بس مره شكله انت شايفين انها تشبه، حاسه انها تشبه جينيفر لوبيز. بس حلوه يا ريم، ما انا كذا شكلي هي فيها تفاصيل الملامح، يمكن طريقه العين مع رسمه الانف. عبير والله مره تشبه. مين طيب الفنان او مين السيلف؟ انا مشكله ما ادري. انت لاحظتي كيف حدود الوجه؟ الوجه نعم، الخشوم تقريبا حدود الوجه. كيوت. الا اللي جابك جابك من هذه الحاجب؟ الحاجب والانف الرفيع. شوفي، من يوم من زمان ترى هم كانوا حاسين انا حكون بحاجب مرفوع وحاجب لا، على فكره حتى في الصوره رسمين صوره الست اللي تشبهني بحاجب مرفوع. والله جميل هذا التطبيق، يعني حبيت انه الواحد يخوض هذا النوع من الاكسبيرينس او من هذه التجربه. اسمه جوجل ارت اند كلتشر، جربوه. ايوه من جد جربوه. عموما احنا خلصنا اليوم للاسف الشديد، مشاهدينا استنونا بكره في نفس الوقت. صباح الخير.